حتى من الديارة. أقول دخلت على الأقل 40 جمعية تقريبا. شوف القضايا متكررة في العمل الخيري في موريتانيا. لو تجلس أفضل. الحمد لله. عشان ما تتعب. أوكي. أول شيء إنه لا تعمل أول شيء يا إما ما تعمل في التعاونيات العمل الخيري أنا أكلمكم. أنتم حين تقودون ذلك تعملون بالتعاونيات. خلي كل شغلة تعاونيات. أنا رأيي شفت نسوينا حتى الأضاحي دخلنا على التعاونيات. كل شيء خلوه خلال التعاونيات. ليش؟ عشان يعطي زخم، يعطي قوة، يعطي قوة، يعطي مع الوقت شو هذيك إنه يسوي يعني نوع من التطور فيه. أو لا تبتكر في التعاونيات. هو إحنا نقطة ضعفنا يعني. حتى لو ما ابتكرنا، إذا تسوي شيء موجود آلاف مش واحد ملاحظ. آلاف يسوون كسكسي، آلاف يسوون جسم. لكن قليل اللي قاعد يسوون صار الناس زين، قليل اللي قاعد يسوون شيء مميز ايضا في مثلا في الخياطه اللي شفناها امس. لاني اروح ادور انا شو اللي يميزني ويخلي لي قوه، لان هو شنو بتبنون انتم الحين؟ سمينا الكلمه سميناها براندنج صح؟ في قوي قلم سميناها براندنج اللي هي كلمه شنو؟ يعني الماركه. الماركه اوكي، هاي ماركة وايد مهمة. ليش؟ لأن إحنا عندنا هاي الفقراء، فقراء في المنطقة صح؟ وقلنا إن شنو مشكلة الفقير؟ إنه ما قادر يبيع هذا هني هامش الربح. هامش الربح ها؟ هو يسوي هامش الربح ماله شنو؟ فوق التكلفة بأوقيات بسيطة. لا إحنا نبي نرفع الهامش الربح. فيا اما ندخل الوسطاء اللي يستطيعون يبيعون لنا بطريقه افضل، او نرفع المنتج، نرفع المستوى المنتج. اوكي مستوى المنتج، شنو اقصد مستوى المنتج؟ يعني مثلا المنتج ادخل عليه شيء منتج اخر واحاول ابيعه بمستوى افضل. ملاحم ممكن تصير ملاحم غاليه، انتم ما عندكم مستويات في الملاحم؟ غالي جدا، يشترون كبار القوم وقال وقال نبي نعرف هذا لك شنو صفاتهم. وما عندي مشكله ان تقول لي محمد ابراهيم ترى جزء من المبلغ اللي انت اعطيتني اياه نروح في هاي نروح نشتري لنا ملاحم قبل نشوف شو يسوون. داخل جمعيات يا جماعه ما في حين انت حطيت البذره اللي هو ما في بحث تطوير. معظم الجمعيات مو معظم كلهم ما في عندهم بحث تطوير. اوكي يعني انت بتسوون بحث تطوير فريق شغلته يبحث ويطور يبحث ويطور. قلت عن ذاك اليوم مثلا ما قلت لكم ذاك اليوم أو قلت لكم انت وقلت عن جهازات المعرض اللي هو احنا مثلا في دول الخليج وفي في اوروبا حتى نفس الملاحف نفسها بس داخل تراب محدد يعني نوع من التراب مخلوط مع اعشاب يستخدمونه نفس الحجم الخليج يعني يحطونه هنا حق الرقبه مثلا لما يكون واحد عنده الم يحطه في الميكروويف سخان ويباع ب 100 مرة ضعف 100 ضعف يعني يباع مثلا لا يقل عن 50 دولار 60 دولار. والملحف اهم شيء شكل الملحف زائد التراب المستخدم ما تراب مثلا ما عندك وايد تراب لكن الاعشاب الموجوده بعد في ريحه ريحه تكون انت بديت تشتغلون بهالشغلات حتى امثله على الحين مره ثانيه ما نشتغل احنا بالافكار طريقه تفكير هذا الكلام هاي طريقه تفكير كيف اصل الى الماركت؟ زين انا ما اعرف انا محمد وين ما عمري اشتغل انا محمد وين ما عمري اشتغل اروح اجيب ناس متخصصه في هالشيء. ابراهيم ما يقدر اعطيه هو المسؤوليه يروح يجيب لي ناس يطلع لي اياهم مثلا. واضح الفكره؟ الشاب اقل ممكن ابراهيم الشاب كان على سيئه الان سنتين زين ما اعرف ممكن واحد من التصميم هذا مصمم فاهم مو فكره التصميم البراندنج ومو بس شكل الشعار هو انا هاي ما جبت كثير من انت لو حطيت على منتج محب الوطن صفر قطيت السعر تحت. لو حطيت على المنتج دي ما
مثلا قلت والله هذه اسم البراند الفلاني، لذلك هاي سعرها في المطار غير، وفي ليش الكوكولا في المطار اغلى بكثير من الكوكولا احجار هناك. ليش؟ المطار خدمه اكثر صح؟ لا انت بترفع حائط حتى 40 دينار اكثر مني، ويشتري نفس التكلفه من المصنع، لكن العائد ماله هناك اكثر. فلازم نفكر بطريقه مختلفه، ليس فقط الشعار، لكن ايضا الشعار شنو يعني مع اشياء منتجات اخرى. يعني مثلا لو اليوم جيت انا استخدمت الملاحف مع الجلود وسويت منه منتج، دخلته على منتج اخر، وهذه يمكن مش دوركم، هاي دور من ستاتي به المصمم. ها المصمم، مصممين ديكور، مصممين ازياء، مصممين فنانين يحبون الفن، هم اللي يسوون معاصف المنطقه. ها لان الحين ولا ما بنطلع من دائره شنو انها مش ربع بيتن الريف. انت راح تتعب مع الوقت وانا راح اتعب معك، ان انا نفتح تعاونيات تعاونيات تعاونيات، وبعدين لا تعاونيات في اكثر منك. احنا بنقودهم، احنا رأس الحربة. اوكي؟ عشان انتوا تصيروا خبراء، اوكي؟ حتى لما توصلوا ان شاء الله على مستوى الجامعة او ثانوية او تفتحون بزنس مالكم، انتوا صرتوا عارفين شنو قوة كيف نسوي بروفيت، نسوي فلوس. احنا ما نعرف نسوي فلوس، احنا قاعدين نعطي فلوس صح؟ احنا بنسوي فلوس. لذلك قاعد اقول حتى لازم يكون في صيغة تعاقد بينك، سمعني ابراهيم قلت لك مساعد في الجامعة ده. انت لما نسعى نسوي عائد حق الجمعيات، ما يصير انت تعطي وما تاخذ، لان دائره الرزق ما تكتمل. انا خبير ترى في الرزق، عندي كتب كثيره في الرزق، كتابين، وعندي برامج في الاذاعه سمعوها كلها اتكلم عن موضوع الرزق والرزق كيف هو، وكل الاديان تذكر ان لازم في اخذ وعطاء، ما يصير تاخذ بدون ما تعطي، ما تعطي بدون ما تاخذ. فهذه نقطه واحده يعني حبيت اقولها. معظم التعاونيات ما وصلت الى مستوى الحاضنات، راح اسلك اياها، ولا تعرف المسرعات. حاضنات يعني شنو؟ عندك عندك ناس استشاريين مثل هذيل الاستشاريين كبيرين، وهي الشباب مع الوقت هم يتعلمون منها، وهم سرعه تعلمهم احسن منا. فكل ما يبقى خبير كل مره يجيب خبير، مش تكوين هني خبير، خبير يطلع لي بمنتج اقول له تعال هذيل هم الملاحف وش قاعد تسوي لكم دوره ويمشي، لا ما بقى تكوين، ما يمشي تكوين معنا ورشه، ورشه عمل قص الملاحف، يروي لكم كيف يحط البراند وين يحطها، مكان يحط وضع البراند وين حق ذاته. احنا شفنا شنط حلوه صح؟ لكن لو حطيت البراند في النص راحت مني، يمكن حط البراند الزاويه حطه صغير كلش مثلا، فيعطيهم الناس تفكر بهالطريقه. اوكي؟ فهذه ايضا مهم جدا نفكر فيها. فهذا مطلوب ان تحط فلوس، حط ميزانيه، انا مستعد احط هذه حملها، هاي مال شغل هاي ميزانيه حق هاي، مو راح اتعامل معاي مركز فاشل. لا اسف اقول لك هو فاشل واضح يعني. راح انا احط ربعي هناك فيه، اذا اعطيتهم ثلاثه يعني تجربه، سوي تجربه لثلاثه، ودي محمد اجيب تعلم كمبيوتر ولا هو بيعلمهم؟ لا محمد خلص مرات مين؟ لا لا قصدي الحين محمد يروح ياخذ دوره كمبيوتر هناك، هذه بيعلمهم هو. انا متاكد استاذ الكمبيوتر اللي هناك ما يعرف كثر محمد. واضح المركز انه مساكين يعني. النقطه رقم ثلاثه ان الكل قاعد يعمل في خدمات مع الفقراء، فقراء دون تخصص. لازم عندنا تخصص في انواع الفقراء، من هم الفقراء اللي احنا مساكين؟ انا ليش اقول لك هالكلام؟ الحين ليش اقول لكم؟ كان ممكن ابعث لك اياه. انا اقول لكم عشان تفكرون بطريقه مختلفه، لما تشرح حق الناس راح يجيكم باحثين، راح يجيكم تلفزيون، تعرف صورنا لك اليوم تلفزيون ما اعطيتونا. زين ما عليه المهم. ف لو جاونا عشان تقول لهم ترى احنا متخصصين فهاي نوع من الفقر، مش اي نوع من الفقر، لازم تحددونه. اوكي؟ وخلهم يستمرون لحسابكم، هم يقولون يعني سمعني ابراهيم انا ايش قلت له؟ انا قلت لهم يعني انت ما عندك مساعي، وانا اتكلم دكتور سعد صح؟ ليس بالضروره ان ما هو يعتقده، ويعتقد دار بيضاء حراميه، يعتقد دار بيضاء نفاشنين، ما قاصين عليك. قلت له انت ما يتكلم الغطاس. شيء هاي وحده. شيء ثاني حتى ما صدقني على الراب، صدق سلم. والله سلم. شكرا شكرا ابراهيم. عشان ليش اقول لك انا خليك تحدي.
ما كانت منها شباب هذا اللي كانت بيني وحدي ما اعرف اوكي. فاحنا بالعكس خليهم احنا عندنا هم باحثين صح بيساعدونا صح. بس انت وجه الباحث انت ماذا تريد ان يبحث عنه؟ قل له انا اشتغلت معاي النوعيه من الفقر اسره غير مستقره ما فيها تعليم مش فقير عادي دي صحيح فقير مركب هي فقر مركب يسمونه ها ما عنده سكن ما عنده استقرار ما عنده ما كانوا يتعاونوا مع بعض ينزلوا من هاي التعاون صح ما يستغلون زين ليه ابين انواع الفقراء وانت اذا صار كان نوع من التخصص زين الحين انا مشكلتي يا محمد قلنا لازم ننتقل ايضا يا محمد محمد خليك مركز معي ترى المسؤوليه عليك اكثر وهي يعني انت رئيس هذا الخبير الدولي خلاص ما له شغل فيه زين اليوم ما يصير انا اعطي مطلقات وايتام مطلقات هاي حاله طارئه بس مع الوقت انا لازم ابين ان انا في الدار البيضاء بديت اقلل من حالات الطلاق العام كانت والله نسبه حالات الطلاق 50% من كل زواجين واحد في فاشل لا السنه صار لها والله ترى صار 30% ما لازم يحتاج فتره اعطوها نسبه في المناطق اللي اشتغلت فيها ان الله لا يكلف شنو شو اسمه لا يكلف الله نفسا الا وسعها مو مامور تغير الكون انت هذين العوائل المناطق اللي اشتغلت فيها هل انت قاعد تراعي ان ايضا الوقايه خير من العلاج؟ هل قاعد تسوي خدمات اخرى؟ هاي ما تصير بالدين معابره دينيه الطلاق حرام ما ادري شنو على عبد الله ما بيصير كذي في باحثه نفسيه تدخل معاكم هني اشبك مع الجامعات وكل شيء بدفع له فلوس في ناس انت بتتعلم فأقول انا اقول حق الجامعات اذا ما تعاملت معك نواتشوت المعهد العالي اي معهد اي جهه تعالوا سووا بحث عندنا ليش عندنا حاله الطلاق عاليه؟ خلينا نفهم معاكم اوكي حتى لو تعرفون انتم خلوهم يشوفون شيء ثاني عشان تفهمون الصوره متكامله لان لما يكون عندك ارقام اخرى يعطي مصداقيه واضح انا شو اقول ولا انا قاعد اتكلم وايد؟ لا واضح بعدين ان احنا اشكاليه من اللي تتوفر لهم الحاله المدنيه اوكي يمكن ما مو في يدك بس انا اشوف اشكاليه كبيره شو نقدر نسوي عنها ما اعرف يمكن تشتغل فيها وانا اتذكر في اول لقاء مع محمد ابراهيم يعني ما انسى شفت انا من نوع ما انسى اصلا الانسان عنده مصداقيه معي ما انسى قال لي محمد ترى احنا مشكلتنا قال الاطفال كنا دخلنا الصفوف مرتين يعني معظمهم ترى ما عندهم هويه كثير ما يقدرون يدخلون التعليم فايضا هاي الاشكاليه يمكن خليها تخصص في ناس متخصصه حل مشاكلهم اذا نستطيع احنا شكلنا لجنه هناك جمعيه وتشبك مع محامين تشبك مع جهات يمكن حقوقيه هي تساهم في هالشيء ها هذا شكله حقوقي ذاك ابراهيم زين ابراهيم شكله بحقوقي لو هو يقول انا مالي مالي شكلك حقوقي انت حقوقي لا لا مش حقوقي يعني زين بعدين عندنا اللي هو شنو؟ اللي المتسربين من التعليم مره ثانيه هدفكم قللون نسبة المتسربين من التعليم مثل الطلاق ثروة وايضا عامل خطر تسرب مع التعليم معناته اللي راح احتمال انحراف كبير اوكي ونبي نغير تصير الدار بيضاء بيضاء ما يفكرون دار حرامية زين سامحوني اقول لكم سالي هو يفكرون كذي الناس اللي قاعدين برا شوفوا في ناس يسوون استيغما تعرفون شو يكتب استيغما يعني خلاص يقصد شو اسمه بالعربي؟ بصمة 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 عار يعني بصمة عار خلاص هو صار مدرب واخر عنه كان يعاني كان شخص معين بالعكس كان يقول احنا اللي بنغير لكم رواية ثانية احنا المثل احنا اللي طالعين من تحت الى فوق بنغير ان شاء الله طيب بعدين لاحظنا ايضا موضوع المهجرين والعشوائية طبعا مش عنده شغل كثير في اماكن اخرى بعد موضوع البيانات حول المستفيد الحين احنا راح نشوف اليوم جلستنا هاي هدفنا اوكي كيف نطور البيانات حول المستفيدين بحيث بكره محمد ابراهيم وانتم وانا كل واحد راح يساهم معاي ما اضحك انا الكلام ترى صدق زين كل واحد راح يساهم معاي في معلومات مفيده راح احط اسمه في الورقات العلميه راح انشرها يعني يصير انت اسمك مع الجامعات الكبرى اللي تشوف ورقاتنا الحمد لله طبعا هاي خلاص هاي معروف اللي بيحط اسمه بس بدل والله محمد اعطاني معلومات حمزه سابقا اللي هو سميناه شو اسمه الحين؟ بشير بشير غير اسمه زين كلها هاي راح اسمكم موجود معانا في زين حمزه اسمه اخوه زين الحمد لله جميع
جميع الجمعيات ليس لديها متخصصين والمهارات عالية ولا هذه. لذلك الآن نحتاج إلى الدخل المتخصصين. أنا أقول للشباب أنتم تمسكون كل شيء. هذا اللي يكون متخصص يكون فترة بسيطة زائد. أوكي. يعطيكم التخصصات اللي تبونه. ما في كذي. هاي محاضرة استثنائية. لأن ما أعطيتوا نواتي. أنا قاعد أسرع من الكلام. الأصل بس واحد يسوي دورة يسوي تطبيق عمل. على طول. يعني شنو أقصد؟ اليوم أنا أبي دورة صحية. كيف أقلل من المشاكل الصحية عندي في المنطقة؟ يجي ممرضة، يجي طبيب، يستخدم معي. تكرار مسابقة زعلت أنا عليها. تشوفون التعاونيات لعبة تعاونية وجنا. هاي بداية بحث علمي. كانت فكرة مسابقة نتجمعوا معلومات تشوفون هاي تقارنون من هاي بحث علمي. أحسن بحث واحد من شباب المجلات واحد يستفيد منه. صح عليهم وش؟ البحث العلمي هدفه إن نغير حطاليشن. البحث العلمي هدفه إن نغير ثقافة المجتمع. اوكي ونشوف اين المجتمع يقف الان. هاي يا محمد شوف المجتمع اين. بعطيك الداتا شغل التليفون يركز معي. انت اللي ابراهيم عليك انا لا تكتب ما تكتب لحظات انت ما وصلت الى واضح. البحث العلمي كل مره لازم نقف اين وصل جماعتنا. كيف المنطقة تطورت؟ وين من تطور؟ من ما تطور؟ ليش ما تطور؟ ليش عفواً ليش يعني لماذا؟ طيب. بعدين نبي نعرف ليش في ضعف من العائد من البيع؟ مش هم يبيعون؟ لا. ما صاروا ينتجون؟ صح ولا؟ ليش في ضعف عائد من البيع؟ ليش في تعاونية تنجح؟ ليش يعني لماذا؟ لماذا تعاونية تنجح وتعاونية أخرى لا تنجح؟ لماذا؟ فهذه أيضا مهم جدا بالنسبة لنا عشان البحث عن المشاكل دي كي نجد نقود الدول. نعم قلت البحث عن المشكل. أيوة لإيجاد الحلول. لا ما نجد بحث عن المشكل. البحث عن السبب. سبب المشكلة. سبب ضعف العائد. نعم ضعف العائد. وكلامك صحيح. طيب واضح. أنا هاي بس بداية. هاي نبتدي نطبق عمليا هاي ملاحظات العامة لأتمنى تتفادوها. طبعا أيضا ما في ثقافة. أنا كاتب ثقافة بشكل عام. لازم نشتغل ثقافة مع تعليم. يعني ثقافة مهمة. ثقافة الأخلاقيات القيم. يعني أبي تحطون قيم تفرضونها على التعاملين. مثلا المنزل لازم فيه والله ترى الحمامات نظيفة. وقيادة بالقدوة. باب النجار مخلع ما يصير. ما شاء الله حين مكان وايد ممتاز. أنا كنت زعلان عليه قلت أنت تشغل في المكان. ليش خدت مكان؟ صراحة لما جيت عرفت أنه عنده هدف رأيه قاعد يحط. يحب بيسوي تكوين أفضل بيركز عليكم كشباب خليكم أكثر تركيزا. أوكي فركزوا أنتم منطقتكم لازم تكون نظيفة. ما شوف إسبالة مني وإسبالة. أوكي أنت قاعد تفهم على هذه الأمور. ليش؟ لأن أنت الأصل أنت ودك إن يصير المنطقة كلها نظيفة صح؟ فمنطقتك دائما نظيفة ربعك دائما نظيفة قدام قيادة بالقدوة. جميل لأن هني التغيير يصير. إنسان متى يتغير؟ تعرفون أنا بقول لكم شغلة. تعرفون أنا كم شركة سويت في حياتي؟ أكثر من 600 شركة مؤسسة. تعرفون شنو أول شيء أسوي؟ شو تتوقعون شنو أسوي؟ في أول يوم أروح أشتري مخمات. تعرف مخمة يعني اللي هي؟ أعطي رئيس الشركة ينزل عشان ينظر. إذا قال لي لا أمشي. أخطر عن فلوس من أول يوم أجلس عليه. بس أروح أمشي. صدق أو لا صدق موجود على اليوتيوب. تاريخي موجود يعني معروف. فهذه ليش؟ لأنه جزء من عملية التغيير. إذا بدأ ينظر راح يعرف مشكلته. راح يعرف شو المشاكل اللي عنده في يعني كم مرة واحد ينظر ويقول والله جزاك الله خير ما كنا متوقعين إن الإنتاج مالنا كذي ضعيف أو في مشاكل. يشوفون مثلا حجم المرفوضات. حجم الأشياء اللي قاعد ترفض أو تخترب أو في مراحل التصميم. نفس الشيء في القرية.
لو شافوا إن والله هذه المنطقة لأن موجودة فيها منظمة مكة وحق الوطن ونظيفة، فقالوا إحنا ليش عيل إحنا ليش ما نسوي كذا؟ وتفرض مكة تقول شوف أنا بيتي اللي بدخله لازم أنظف، نتعلم على المهارات الصحية الأولية عشان نساعدهم. قال يعني قلنا أنا مستعجل عليها سالفة الصحية، أنا أطلع ميزاني بروحة مال الصحية اللي هو عبارة عن مطهرات منظفات، يعني نساعد الناس نتعرف تستعمل الحمامات بطريقة صح، نتعرف الناس قاعد تنتقل الحين قاعد تتطور صح؟ صار في كثير من الناس ما يعرفوا يستخدمون الحمام الحين الطريقة البدائية. طيب خاصة ما غير متوفر، أشياء كثيرة غير متوفرة. فكيف أخلي الناس ترتقي؟ صرت أنا شوي شوي تبتدي تستعد لمرحلة النقلة الأخرى القادمة. في سؤال الكلام اللي قلناه كله؟ طيب. الحين نبتدي مع اللي هو مين؟ فريق محمد سالم أسلم سالم؟ محمد سالم. محمد سالم. يصور؟ يصور محمد سالم؟ لا محمد سالم. محمد سالم. اللي جنبي. محمد سالم تعال هني. عطى انت عطى ايش اسمه؟ بدر. عطى محمد وقف وقف في آخر مرة أخذ حسب اللي وصل وبيع مليون و400 على مقارنة برأس المال شفته أنت حسبته بنفسك معهم؟ نعم حسبته. ها؟ لا أنا ما قالوا لك؟ ها؟ طبعاً زودوني كل ما أنت أمس شفت عبدي على فكرة؟ شفت عبدي أمس؟ قابلت عبدي أمس؟ لا عبدي بس زين أنت صاحي صح؟ لأن هاي مشكوك في أمرهم هذي لأن مقارنة مع عبدي زين فالمهم تأكدت من هاي المبلغ؟ نعم لدي يوم لدي كل شهر يقوم بحسب الدكان ويحسبون يعني حسبته يعني قعدت معهم شفته تبع حسبوه ليس آخر مرة قبل ذلك كنت هنا كم مرة تضاعف رأس المال؟ ها؟ كم مرة تضاعف؟ كم مرة يتضاعف؟ كل مرة لا الحين كم مرة تضاعف من بدايته؟ من بدايته؟ إيه حتى الآن تقريبا 5 أو 6 مرات خمسة؟ 5 مرات تقريبا 5 مرات؟ إيه هاي ترى الفكرة هي أعطيك واحد تذكرني أعطيتك أنا قلم؟ كم أعطيتك؟ لا قلم شو اسمه؟ قلم خاص لي ما تعرفه سري شوف ما حد يعرف ذلك تعال أنا زين فال يعني رأس المال كم كان بداية من الآن بداية كان بدأوا بمشروع ب 25,000 ريال رأس المال كان 25,000 ريال جديد قديمة نعم قديمة زين طيب والحين وصل إلى 1,400,000 مليون ما شاء الله يعني تضاعف ما شاء الله كم مرة تضاعف يعني أكثر من 20 مرة تقريباً إيه ما شاء الله صفقة حق هاي البطل أصلاً شنو هذا اللي يشتغلون فيه شنو؟ مشروع 1,400,000 قلت صح؟ نعم أيوة المشروع عبارة عن دكان في البداية كان هناك سيدات يقومون بحرفة الخياطة خياطة وبيع الملابس اوكي في نفس الوقت يقومون بنوع من القرض الحسن طيب يقومون بكل واحد تاخذ مبلغ معين ثم تربح عليه وهكذا يستثمرون حتى اتتهم الفكره ان يفتحوا ان يتطوروا فقاموا بفتح دكان لبيع المواد الغذائيه هو ما عندهم الان هاي ملاحظه مهمه نوقف عند الكلمه ملاحظ ان المواد الغذائيه أو المسمكة عائد الربح مالها في كل مكان زرته كله عالي. كيف؟ كله عالي. نعم صحيح. خاصة الخضرة. صحيح. خاصة اللي يبيعون بالأجزاء. هذه حق الفقراء. كل مكان شفته في نواذيب وشفته في كل مكان. طبعاً. ربحيتهم يطق فوق. هذا لا مشترك ما يشتري مسكين كان حتى يشتري بس طماطم لكن شيء الكوزة ما ادري شنو كله بالبرديه فهذه يعني انت كان واحد يبيع هذا الكوك 4 مرات صحيح اوكي فلذلك هاي تزود معانا ولا مع اخره اوكي طبعا بيصير افضل لو احنا كنا نزرع معانا بيصير مع التكاليف بيصير اقل بس يمكن ساعات التكلفه اذا الماي مو متوفر عليه اكثر من بيع السوق لازم هني ادخل بالتجارب ان شاء الله هاي التجربه اللي مطلوبه منكم ان شاء
الله. اكتب محمد ابراهيم ارجوك الله يخليك تقول لي بعدين ما قلت انا بحطها على اليوتيوب لكن بتقول ما قلت. طيب فاذا هذه تجربه مهمه ان العائد من الخضار او المسمكه هو مسمكه عندهم صح؟ لا عندهم مواد غذائيه مثل الارز الزيت. نعم وهي بعد في عرض. نعم هاي بعد في عرض دقيق الى اخره. نعم طيب. المواد طيب. بس انا كنت اتكلم عن الخضار بالذات المسمكه ربحيته وايد عاليه طبعا من قائد من يعني ممتاز ان شاء الله نخلي احنا التارجت انا وهو نحلم امس احنا نمسك كل احلام زين نحلم ان شاء الله يصير عندنا مخزن عود حق الاغذيه وكذا ان شاء الله حق كل الدار المنطقه الدار بلا احلم نشتغل عليه خطوه خطوه نبني 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 هو يقول لازم كم ما ادري كم مليون ايش يقول انا اقول ما ابتدي شيء شوي شوي خطوه خطوه ناخذ مكان صغير ثم ناخذ اكبر ثم ناخذ اكبر وهي حق الجمعيه روح مش حق تصير جمعيه كان يتيم تمرد وتتوزعون اوكي حط هاي في البال حطها في الخطه ما اقول الحين ترى التزام علي انا ورط حالي اول شيء عشان اورطك معي زين طيب زين فالحين انت الحين نتكلم خلاص ما دام كنت راس المال شيء خلينا نتكلم الحين في التعليم شوف ثلاث اسئله راح اسال ان الابناء ما يقعدون مع الاباء ما يشوفونهم في البيت بس ما يشوفونهم يتكلم مع امه ولا يقط عليه كلمات ويطلع عنها ها قال لكم حتى انتم لازم انتم قياده بالخطوه تعراوي الامهات شفتوا اللاعبين اللي شلون يقولون احنا قاعد نعدل اخلاقيات الكره من خلال الكره احنا نقول احسن من الكره في عمل خيري يتعلق بالانسان ان ابتغي رضا الله سبحانه وتعالى لا شك ان لازم نكون احنا خطوه حق الاخر عشان لما اتكلم بعدين يقول لازم يروح تمرون على جمعيه حب الوطن تتعلمون يعطوهم ما يعطونكم ابنائهم وانتم تروحون تقولون تعطون ابنائكم اوكي هذه النقطه ترى مهمه جدا لان من خلالها اذا بدينا في الامن داخل الاسره والاسره صارت مستقره وما فيها خلل واضح اذا نحن بدينا ننشرها في المناطق المختلفه وحددنا هي موضوع الامن ولا ما ندخل بعدين على مستوى المنطقه ونغير هاي الوصمه اللي قال عليه ابراهيم ان والله دار البيضاء خطره ان كذا كذا اوكي طيب الحين اسالك عن الاسئله اللي قلت يقول الاستاذ محمد سالم يقول كيف تقيم سؤال محمد مهدي كيف تقيم مستوى الاصرار لديك بالمقارنه بالسابق؟ ماذا يقول محمد سالم؟ حطك حلو بس انا ابيك تقرا مستوى الاصرار جيد والدليل ان 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 لي مزيد من الشغف والاراده من اجل الاستمرار في طبعا في هذا المجال ممتاز تعرفون كلمه الشغف مكونه من شنو شيئين اصرار ومثابره اصرار ومثابره ان شاء الله الاقتصاد الان هو يبحث عن التحديات والفرق انتم الحين متخصصين في التحديات يعني هو الحين شو يقول لمحمد ابراهيم؟ يقول محمد انا اعتبر نفسي كاني مو موجود كل ما اقول له شيء محمد ابراهيم تعال خلنا نسوي شيء والله ترى شهاده لله يعني ما اقولها عشان مجامله كل ما اقول له خلنا نسوي شيء يقول لحظه انا برجع حق ربعي وبسال يقول هاي ربعي صغيرات في ساعه قال لي بسال ربعي بسال ربعي الحين انا اكلمه يقول بسال ربعي يعني مهتم جدا انه يستشاور معاكم بكل شيء وهي ترى يعني محظوظين انتم من نوعي لو انا افلام بلدوزر انتم شو انا ارجع لكم ادوس عليكم زين فهاي جيد الاصرار مهم والان اصرارك راح يبين قدرتك على انك ترفع مستوى التعاون ان شاء الله طيب النقطه الثانيه بسرعه النقطه الثانيه هل اذا هنالك تغيير ما هو الاثر الذي تنوي ان تتركه في مجتمعك او العالم ايوه قلت اتمنى ان اترك اثر ايجابي وتغيير الاوضاع الماديه للمجتمعات الهشه في العالم بدايه من المحيط طبعا ممتاز ما شاء الله عليك زين هل... ان شاء الله تصير خبير عالمي ان شاء الله هل تغيير قدرتك هل تغيرت قدرتك في كيفيه التعامل مع الازمات طبعا قلت كمشرف افادتني التجربه وعززت من قدراتي لحل حالتي انت ما صادتك ازمات او شو يقول لنا صراحه هل صادتك ازمات مثل ازمات الصامون صامون ترى تجربه ترى اقول لكم احنا اللي تشوفونها شوفوا يا ما قلت والله الله يشهد عليك شوفوا فوق كل ذي علم عليم ربي كله يعلمني اقول هذا اللي ما بينجحون هذا اللي ما بينجحون صدقون ان هذا ساعتهم اللي ينجحون واللي اقول عليهم ناجحين هم اللي يفشلون فدائما ما نحكم احنا شنو بالنتائج الاوليه ننتظر لازم شنو
فترة ناخذها تقريبا 3 سنوات عشان نقول هذا شيء ناجح وهذا شيء شنو يحتاج الى تطوير. ما في شيء فاشل اصلا، كل التجارب اللي نسويه كلكم ناجحين، تجارب عمودية كل ناجح، حتى هي لو فشلت تسوي شيء احسن منها. اوكي ما عندي مشكلة تخافين، اهم شيء انه ما تخافين وتجربين. طيب بعدين طبعا بعد ذلك هل تشعر انك اصبحت اكثر درايه او ادراك على كيف تستكشف نفسك او قدراتك، وكيف ستوظفها لتاثير المجتمعي او في الاعتماد على الذات؟ انا ما راح اقرا مع الكل، انا بس ابي شنو وبيصور لي اياهم بعدين يزل اياهم بالواتساب، بس انا ابي اشوف شنو جاوبته ولا لا عشان اشوفكم جادين. طبعا هناك تحسن واضح وجلي على شخصي بسبب تجربتي في المجال، وسوظف هذه القدره عن طريق اشتراك في الميدان الاقتصادي طبعا الاجتماعي ان شاء الله. طيب سؤال الموالي، كيف تقيم بالنسبه لمعاويه قدرتك على الاستفاده من الفرص؟ انت حطي تمام، حطي تمام، انت مشكوك في امرك. كيف تقيم بالنسبه لمعاويه قدرتك على الاستفاده من الفرص الان بعد العمل على المشروع بالمقارنه بالسابق؟ قلت امنح نفسي نسبه 85% مقابل 25 سابقا، أصبحت أكثر خبرة وتطورت قدراتي. طبعاً. ليش أعطيت نفسك 85%؟ صاروخي هذا. طبعاً حسب تصوري أعتقد إني أصبحت لدي خبرة أكثر، قدرات أكثر. وجيد ثقة بالنفس، بس شوفوا دائماً في المستوى العالمي 70 يعتبر هو مستوى عالي. يعني دائما في الكمال لله سبحانه وتعالى، عشان نصل الى اذا نصل الى 85 اي شيء يعني سوينا وايد، يعني وتعرفوا شنو كلمه وايد؟ لا كثيرا كثيرا، يعني سوينا كثير من التجارب، حتى هو ما يقدر يعطينا نفسه 85 مثلا. بس ما عليك مجتهد انت، مجتهد انت، تقدر تقول مثلا وصلت 35 40 بس 85 كثير. اوكي شوي شوي عشان ايش؟ ما يعني ما بعدين ما تنزل بسرعه، هذا نحتاج تعاونيه اخرى. طيب حسب النظره رجعنا حسب تصوري يعني. ما عليك، جيد جيد تفضل بعد. قال ما هو مشروعك المؤثر في مجال الاقتصاد الاجتماعي الذي تنوي استمرار أيوة العمل عليه؟ انا مساعك على انطر هذه. ايوه ما هو مشروعك؟ مشروعي انا مثلا شخصي او مثلا المشروع. احنا ما نشتغل مع اشخاص. ايوه صحيح. ابراهيم قال لي ما تشتغل. انت مثلا تقيدت مثلا بفكره كوني مشرف على مشروع وبيع النساء، تقيدت مثلا بالفكره. لا يعني شنو مشروع ايوه، شنو مشروع اخر؟ يعني يقضي على الفقر، شنو ممكن نسوي؟ عندك فكره اخرى؟ فكره؟ ايوه. من اجل القضاء على الفقر. من خلال مشاريع. من خلال التعاونيات. ايوه. اعتقد زيادة على هذه المشاريع، أعتقد مثلاً مشاريع في مثلاً مختلف المجالات كمثل الهواتف وأماكن التجميل و بيع الهواتف. الهواتف طبعاً. ليش هاي شلون بتقضي على الفقر؟ شلون بتساعد؟ سوينا تعاون بيع هواتف طبعاً حق الشباب يعني؟ طبعاً طبعاً طبعاً. ويشرف مثلاً يمكن أن تكون تعاوني تضم مثلاً 10-15 شاب يقومون بفتح مشروع يعني، لو يقومون مثلا بالتسويقية وبيت الآخرين. طيب هذه أعتقد أنها أيضا فكرة. طيب سهل تدير بالحاجة. ما أنا مو مقتنع بس مو مشكلة. لا يعني أنا ما قنعتني. يمكن أقتنع الناس ثانية. فتحنا بيع هواء، فتحنا تنا بابورنا ولا كذا. وايد بابور. نعم رجل. كان من الخدمات. أكسسوري كذا. وقد يكون أخذ لي أنه يعمل في مجال هذا المجال. بتعمل في هالمجال؟ نعم أعمل في هذا المجال طبعاً، وأعتقد أنه لدي قدرة. يعني شنو يصلح هواتف؟ يصلح هواتف ومتصلح الهواتف طبعاً. يعني كنت أقول حق محمد إبراهيم ما لي شغل بالأشخاص يعني، مش عندي أنا أبغى نهاية، بس لو جينا قلنا لو نشرينا لكم تليفونات مستعملة وقدرنا نوصلها لبريطانيا نفرض، هل هذا سيكون جيد يعني قيمة مضافة؟ دول الخليج تغير التليفونات، مش مثلي انا اجيب تليفوني وانت عندي 3 سنوات 4 سنوات ليه ما يخترب؟ شكله محمد اليوم بخربني. لكن انت نحن مو يعني في عادات يعني سيئه بسبب الفلوس، نعم ما تخلي الهواتف عندها اكثر من 6 شهور سنه،
فحجم الهواتف المستعملة في مثلا دبي ولا في الشارقة أو في البحرين كبير جدا. إذا استطعنا أن نأتي بها ويكون في ما في عليها ضريبة، هل تأخذ هل ترون ذلك جيد لو بدينا فيه؟ طبعا أعتقد لأنه الهواتف المستعملة طالب يشترونها استخدامها بيقع فتجي مثلا كثير من عوامل مثلا شخص مثلا ربما ليس لديه قدرة اشتراء هاتف جديد، بالتالي يكون الهاتف المستعملة أخفض بالتالي يشتري. نعم بيكون يسطع عن نسيب الهواتف. وأنا بقول شيء ثاني ومدام جات فكرة الهواتف، إن لازم كل جمعية رئيس الجمعية عندها هاتف جيد، يعني واحدة من التقييم لازم تسوي. ليش؟ لأن هذه واحدة من الأساسيات اللي تفتح التواصل. صحيح. يعني رئيس الجمعية يكون عنده هاتف مال التعاوني، هي يمكن اليوم هي رئيسة، بكرة واحدة ثانية، وهاتف ثابت للجمعية. لأن من خلاله تتواصل مع الجهات الثانية، بكرة محمد إبراهيم يقول له تواصلي مع الجهة الفلانية اللي بتشتري منك البضاعة. صح. فلازم هاتف. أوكي. على فكرة هذا أول شيء سواه محمد يونس اللي قلت لكم فاز بجائزة نوبل. نبغى يسوى إيش؟ وزع الهواتف. لذلك الحين شركة هواتف تتبع لبنك الفقراء. حتى هو كان يشتري لهم الأرصدة في البداية. لأن الفقير عشان يطلع من الفقر لازم يحاول يبيع شيء. يتواصلون بالتليفون مع بعضهم البعض. جميل. نعم. طيب حق التعاونيات. إن شاء الله. طيب. نعم. شيء آخر؟ خلص. زاد منك سؤال واحد، هل ترى نفسك مؤهلا لتكون أحد خبراء الشباب؟ ارفع صوتك. هل ترى نفسك مؤهلا لتكون أحد خبراء الشباب؟ أيوة. وإذا نعم في أي مجال؟ قد لا طبعا أجب قد لا أكون بتلك الخبراء، لكن أتشرف بذلك طبعا في القادم إن شاء الله، وفي مجال طبعا المشروع الغذائي. مشروع غذائي. طبعا. طيب شكرا لك. أول شيء بس الحين نأتي إلى اللي بعده اللي هو تقييمك للمشروع بشكل عام. تقول مشروع من 15 معطى 12 15 صح؟ أوكي. وبعدين كاتب الملاحظات، شنو ملاحظات للتطوير في المشروع؟ يعني شوفوا أنا سألتي هل مشاريعكم أحدثت تغيير اجتماعي؟ كم واحد يقول لي مشاريعنا بداية تغيير، لأن نقول تغيير في فترة، لكن هل تشوفون بداية لها تغيير اجتماعي؟ نعم محمدو. مشروع قال بسم الله الرحمن الرحيم. إذا نوضي كده أنا مشروع بالنندي أحد طبرة طبرة اجتماعية، ما أنه يوفر الموقع الشغرابي اللي يقع به جميع حاجيات الضرورية. طيب ممتاز. طبعا جواب السؤال كان هل مشروعك أحدث تغيير اجتماعي واقتصادي في المجتمع؟ أنا أعتقد أن مشروعي مثلا بذات أحدث تغيير اجتماعي أولا على مستوى مثلا الأشخاص، وعلى كذلك على مستوى مثلا المحيط والمجتمع، لأنه يقدم خدمات أعتقد جلية مثلا تعكس صورة التعاون والتعاضد للمجتمع أو المحيط بشكل خاص. مثلا مشروعنا الذي هو مثلا عبارة عن دكان بيرو، أعضاؤه مثلا نتيجة مثلا لضغوطهم إلى آخره يستطيع أن يأتوا إلى الدكان ويأخذوا حاجياتهم مثلا غذائية ويقومون بالتسديد هذا الى في اخر شيء، يعني كنوع من التسهيل لهم او مساعدتهم. اعتقد انه ما في حاجه انه يعني حاجه يستطيع ان يلبيها من خلال نعم ان هاي الجمعيه تحس انها يقدر يعني. صحيح على راحته. زين هل ترى ان اليوم المشاريع دي ما تعتمد على الموارد الماليه؟ لا تعتمد كليا. ممتاز. سؤال شيء اعتقد انها لا تعتمد كليا على الموارد الماليه. وهذا اقتصاد الهام. عشان بس اوصلكم شنو اقتصاد الهام. اقتصاد الهام ان احنا نقلل الحاجه الى شنو؟ اعطوني فلوس. ان ترى شباب يشوفون ان قوتهم مع بعض اهم ساعات من الفلوس. صح؟
الحين العائلة على الاستثمار تكلمنا عنه. ايضا تكلمنا على زي شنو المشاكل اللي استكشفتها في المشروع اللي ممكن حلها بالمستقبل. الحين نقول محمد ابراهيم عندنا نفرض عنده 100,000 دولار، وانت تبي تقنعنا يعطيك من 100,000 نفرض 2,000 دولار، 3,000 دولار. شنو المشاكل اللي مهمه داخل خلال المشروع؟ بدأت تشوف مشاكل. جيد. من خلال المشروع كما قلت لك، هل المشروع يوفر كثير من حاجيات المحيط، لكن في نفس الوقت هناك مثلا سلع لا تتوفر عندنا، سلع مثلا تستخدم وملح عليها محتاجين الناس، محتاجينها بس ما يستطيعون شرائها. لا يستطيعون شرائها. ليش مثلا تقول عندهم مليون وشويه؟ يعني غزي العائد مالهم كبير، يعني غزي الربحيه مالتهم صحيح. كيف ليش ما يستقبل؟ لكنهم يقومون بقرض ذلك. هذا ترى ما عنده ما قرض، يعني لو خففوا القروض يعني هاي معناته اداره اكثر من يحتاجون تدخل منهم. لو ما خففوا القروض، قروض ما لها عائد، لكن شروا من مواد العائد مالها اكثر من القروض، صح ولا خطا؟ يعني هل انت تدير الدفه ام هم يديرون الدفه؟ تعرف شنو الدفه؟ دفه السفينه. نعم نعم نعم. انا حقا لا استطيع ان اقول باني اديرها، انا فقط اقترح عليهم مثل الافكار، نقترح عليهم الافكار من الاداره هم يسلمون يسلمون زين. كيف نستطيع ان نتداخل مع التعاونيات بحيث ندير الدفه احيانا حينما نرى ان او نقول لهم جربوا هذا الشيء؟ يعني مثلا تقليل القروض وزيادة الاستثمار في المنتجات المطلوبة التي يطلبها المجتمع، توفير خدمة اجتماعية ترى. يعني اذا منتج غير موجود وانا احتاج اليوم في المنطقة، راح اضطر اقول والله تعال يا حمزة سابقا، ها بشير الحين حاليا اسمه، انا روح تعال اخذ مثلا تاكسي روح للمكان الفلاني، او مثلا بشير اضطرنا يترك دراسته يترك شيء يروح يمشي مسافات بعيدة عشان يشتري منتج، صح ولا العالي حتى الآن؟ فإذا وفرته دخلت سويت خدمة حق المجتمع، وفرت أوقات وفرت. فهاي الفكرة إنه كيف نتداخل؟ هاي درس تكوين ممكن هو يعرف يتكلم يقول لك. طيب بخصوص هذه الفكرة. نعم. ونحن هنا مدير الدفع، يعني كثير أحد قالوا كان بالبداية يقعدون نحن نقنعهم بفتح الدكان. كان هناك كلمات جديدة حتى الناس نقولنا إذا لم تكن في الدكان يعني أخرج نتعامل. والله كان يرفضون ان يمسح الدكان زي ما في الامير، لكن حاجه وجدت اهميه هنالك الدكان المساعد الاسر هنالك معهم تقريبا كل اسر هناك اسر خيره بعيده جدا لا تتوفر على المصروف اليومي، اذا كانت ليست من قلت اخذ من البوتيك وتعوض قد او بعد قد حتى في الدكان. بالتالي نحن غلطنا عندنا في البوتيك، بالتالي نحن وجهنا حتى بدات البوتيك الان اصبحت ممتاز كل امور. يعني اللي قاعد يقوله محمد ابراهيم ان اداره التغيير تحتاج احيانا الى شويه مواجهه. نعم. ليش مواجهه قويه؟ انت تحتاج تمتص بس تقول لهم تاخذ وتعطي حتى تقنعهم. يعني تحتاج اداره تغيير. نعم. بعد يعني تسوي الحين ممتاز عشان اعطيك يمكن بعدين يقول لك ناس اصعب منهم ترى. يعني هذول ناجحين بس بكره تاخذ الشغله اصعب. فتحتاج تتدخل في مناطق لكن ما تتدخل الحين تسوي لا خلاص امشي عنكم لا يقول لك امشي. السلام. أباك فوق الجمل. مرونة. كيف تقنعهم؟ شوي شوي. خلونا نجرب. إيش رأيكم نقلل القروض هذا الشهر؟ مش نعم ما نعطي قروض، نعطي كل في الغليه اللي يحتاج قرض، يعني ما أخذها إلا محتاجه. لكن نعطي نسبة قروض أقل. أقل شوية. قول شوية هذه بنحطها على الشلف. يعني بروح على وين؟ الناس تشتري في شيء. ها؟ عشان بعدين تعطون قروض أكثر. خليهم يشوفون شنو النتيجة. إن شاء الله. ما استطعت تستعين بصديق. في أصدقاء ثانيين يسحبون يطلعون. محمد وهاي عند لسان طويل وايد. واضح؟ نعم إن شاء الله. عندنا بعدين اللي وايد كنا نقول المشروع هل ساعد الشباب؟ الشباب ما في شباب عندهم هذيل العوائل. نعم. هل ساعد هذين ابناء الشباب؟ أيوة. طبعا خاصه الفئه الشابه، خاصه الفئه الشابه تعرفهم كم هم الفئه الشابه؟
نسألهم عن أبنائهم لكن لا نعرف بالضبط مثل كم مثل أعمار أبنائهم أعرف بالضبط. لازم شوف كل أسرة داخل التعاونية صحيح ما يصير شوي عشان بكرة ما حد ينتقدكم. ليش؟ أنا بقول لك شغلة قد تكون ناجحين أكبر مما تتوقعون. صحيح صحيح. قد تكون فاشلين في بعض الأشياء ولكن أنا فقط لم أطلع عليها. لا لا شنو نبي داخل الملف مش معطيكم ترى هو ملف داخل الملف لازم وصف لحالة الأسرة كم عدد الأبناء كم أعمارهم ليش وكم النسبة العامة يعني مثلا من هاي التعاونية والله ترى نسبتهم نسبة الشباب فيهم الفئة الشابة 13 سنة فما فوق ترى نسبتهم مثلا يصل إلى 30% لا شك إن هاي من يعني يقول حق التعاون تعالوا إحنا بنستثمر معاكم برنامج خاص لكم برنامج رياضي يمكن بكرة التعاونيات في الملعب نخليهم يلعبون كرة قدم مش هاي الأمهات يعني ما تخليهم يلعبون ما في مشكلة أنا أتكلم على شبابهم سمي اسم التعاونية الفلانية يعني في أهداف أخرى عشان إحنا نقدر نتأكد إن الشباب ذي فعلا ماشيين نحو شنو يروحون جامعة أو يفتحون بزنس ما لازم نروح كلنا جامعة بس في ناس تفتح بزنس في ناس هاي في ناس عندها شغل يمكن يدخلون هم شراكة مع التعاونية يأخذون من التعاونية يطلعون تعاونية شبابية. طيب آخر سؤال لك أوكي ال شنو أدلتك إن المشروع ناجح غير الشيء المالي هذا التعاونية ناجح هاي التعاونية أي ناجحة إن شاء الله لأن إذا ما تعرف المعرف سأقول حسب هاي التعاونية ناجحة لأن ذم تواصل بين الأعضاء ذم تواصل يعني جيد بين الأعضاء يعني جيد جدا أعتقد جيد جدا وهذه أيضا هذه نقطة تحسب لهم إذا أشياء سووا إيش يحتاجون فرق ثانية يحتاجون فرق ثانية هذه اللي تعرفها ما يصير المخزون عندك احنا كلنا تعاونيين احنا شنو هاي صايرين احنا مجمع تعاونيات ونتعاون مع تعاونيات اخرى فاحنا بنصير كاننا مركز تعليمي تكوين حق مفهوم التعاونيات والاقتصاد التشاركي والاقتصاد الالهام شنو سر قوتهم في التواصل لازم تعرفه الحين لا تقول لي اياه فكر فيه هل والله هو الرئيس هل هو لان عندهم تليفونات يمكن شنو الأسباب؟ تدرس شنو الأسباب اللي تخلي تواصلهم قوي؟ واضح من يعني من كلامك عنهم من استراجع عنهم من سابق العهد إحنا ما أقوياء. طيب نصفك حق محمد سالم فاكر؟ جزاك الله خير. شكرا على هذا. قديم هذا ما أسوي مع الكل. محمد إبراهيم استمر معاكم بس أنا يهمني إن هذا يصلني مكتوب بطريقة صح يعني محمد سالم. انتهى كتبته يلا اقرا بس مشكله بحاول ادبر حالي بس هاي ما كتبت عدل ابي كلام اكثر واضح؟ واضح اكتب لي شيء اوضح وبعدين حاول تجاوبني على هذا الشيء جاوبني اوكي يتعلم انت تجاوب احنا انا الحين سجلته بس ابي حق كل واحد يجيني مكتوب انه شنو؟ والله لا يعتمد على الكليه على الموارد نعم لا يعتمد الان اصبحت الموارد مثلا شنو؟ الخبرات ها؟ المكان يميزه كذا شو الموارد الأخرى غير المالية صارت تميز هاي التعاونية. طيب نأخذ من فريق ثاني. زين كم من رأس المال؟ يعني سابقا قدمت لك يعني رغم لكنه كان غير صحيح. بس قليلا. ما عيش لا بس. يعني التكاليف. كانت هناك تكاليف لجميع يعني شراء خوخ ويعني جميع مستلزمات يعني محل كله بالبلاد وستين ألف تقريبا فرأس المال كله مع مبلغ الكاش اللي عندهم في البداية كان 63,000 هاي التكاليف يعني محل تجهيزات كله تجهيزات 63,000 لكن مواد غذائية كلها كانت من البناء يعني صارت 93,000 صحيح وقية قديمة صحيح زين والآن كم العائد؟ يعني ما شروا الكوخ ولا؟ شروا الكوخ طيب الكوخ ترى على فكرة يتم في رأس المال ما
زين ولا كم الحين؟ الان تقريبا 600 الف والان 600 الف ما شاء الله تضاعف يعني 6 مرات صح؟ صح 90 الف الى 600 الف ممتاز لان عندهم اصلا ذهب جزء من راس المال كثير في الكوخ فاليوم هو ترى راس مالهم مو 600 الف كم شر الكوخ؟ يعني 30 الف لكم الحين صار لي 630 الف واضح؟ واضح ليش؟ هاي يسمونه اصول ثابته يعني بكره يعني انا اليوم ما شفت في الحي دراجات هل الحي ما يعني ما يصلح له دراجات؟ موجوده لكن استفدينا من مشاريع مشاريع لكنها موجوده زين انا قصدي هل لو جبنا الحين فتح لنا محل دراجات كيف يعني؟ ينجح؟ جيجا ما اعرف طريقه انا مالكم زين مشكله بالدرجات ولا ما تشوفون لان هي حدث من مرتفعه الاسعار مقارنه مع الدخل او الموجودين في السوق الحالي معلش انا ليش انا مع الدرجات عشان اسهل التواصل صحيح لاحظتم كلكم ما شاء الله ماشي على الاقدام انتم اقوياء ما شاء الله تبارك الله لكن بعد الدراجه زينه حق الرياضه وزينه حق سرعه التنقل وتسهل حق الناس كثير من الاشياء فأنا ودي إن ندخل في موضوع الدراجات. لو في البداية إحنا استثمرنا مع التعاونيات، وتأجير لسنين يعني. ها؟ حتى لو الدراجة بعد نستخدمها في قضية التسويق وبيع المنتجات عليها. نعم. أحسنت. توصل بدل ما أحسن توصيل. الدراجات نبي ندخل فيها ونستثمر فيها. أي رأس مال لها بروحها وتكون هل هي تتبع تعاونية بروحها ولا؟ حق كل تعاونيه شيء ثاني تتقررون تدرسون موضوع وتقولون والله نحتاج كذا كذا طيب هذه مشروع الدرجات مهم طيب جينا الى الان على قول لي اهم النقاط اهم نقطه يعني من الاسئله اللي تعتبرها ان هي مهمه لك اختار ثلاث من الاسئله اللي عجبتك او اللي الهمتك يعني أربعة أسئلة. يلا. السؤال الأول كيف تقيم مستوى الإسرار لديك بالمقارنة بالسابق وما هو الدليل؟ نعم. طبعاً إذا نظرت إلى نفسي حالياً أجد بأنه هنالك يعني جربت الفشل والآن صارت لدي خبرة هكذا أقيم نفسي. نعم. جربت الفشل في المشروع ذي ولا من خارج؟ المشروع الذي أنا. يعني مريتوا بمرحلة فشل. صحيح. شوفوا ترى القصة إذا ما فيها فشل فمشكوك في أمريكا. أنا ما أضحك صدق من القصة كلها نجاح معناته في شيء غلط شو أنا ترى ما سأل أرقام سألت شو أنا سألت أرقام بس القصة بسيطة البداية ما دخلت معكم تفاصيل وكيف وليش وما أنا ما جاي تحقيق أنا جاي أبي أساعدك تنجح أكثر أوكي إذا متعثر في هزة فكل ما زادت الهزات في القصة كل ما صارت القصة أفضل معناته بعد تبني على قوة مثل فيلم هندي ما في فيلم هندي في صياح في بوكسينج في كل شيء نفس الفيلم هندي بالضبط قصة الحياة الحياة هي كذي مدرسة الحياة فيها نجاح فيها فشل فيها تقلبات في طيب تفضل يعني السؤال الثاني شنو الفشل اللي مريت فيه عشان نتعلم منه بس ما ما تصاب وانت بتعب زين يعني بداية قبل تأسيس المشروع يعني كان هناك وجه لنا النظر هناك يعني بعضهم كانوا يقولوا بأنها مجرد يعني لغة نظرية وأحلام أرضية البداية يعني ربما شكنا على أن نقتنع بهذه الأفكار مثلاً هذه يعني مثلاً أنا أقول بأنه فشلنا يعني أن تقتنع بهذه الأفكار هذا يعتبر فشل يجب أن لا بس مشروعك ما مر في تحدي مطبات وجد فترة من فترات والله تفككت الجمعية وبغت تتفكك نعم بداية المشروع كان شوف كل ما كنتوا يعني تلاحظون هالأشياء وتكتبونها ها مهم جدا عشان أنتوا قاعد تبنون على روح الريادة عندكم وكان صرون رواد أعمال تجار فلوس تذكرونا بعدين هذا الله فيه إن شاء الله فلي يعني كل ما تبني هاي الملاحظات تعرف كيف المداخيل لأن هاي مدرسة الحياة بداية المشروع يعني بدأ المشروع بثلاثين سنة لكن عندما انطلق المشروع يعني بدأ المشروع يعني يأخذ منحنى يعني فقدنا يعني ربما 14 سيدة أو 11 سيدة وهذا يعتبر فشل المشروع يعني طلعوا ناس نعم لأنه
احنا نعتبر فشل شيء عنا لاننا لم نستطيع محاوله يعني اشخاص المتواجدين في المشروع. وكذلك زين وقفه التعلم انا اعتبرها هو شوف ليس بكثره نفضل دائما التعاونيات. يعني في ناس وايد يقول لي الهادي مثلا لا انا ما افضل سبعه بس سبعه اكثر شيء اقول لا انا اذا اقدر ارفع ارفع اذا اصل 30 زين اذا صار لك تفكر 45 من البدايه. العدد الكبير مشكله والعدد الصغير بعد مشكله فحاول اوازن. الحين لما يطلعون الناس من التعاونيه اهم شيء ما يطلعون بخبراتهم وهاي دورك انت كقيادي ماسك التعاونيه. الحين انا عارف اسوي كيف اسوي البيبسي انا الوحيد طلعت عنك اروح تعاونيه اخرى يمكن اسوي البيبسي فلازم البيبسي دائما كيف من يسوي البيبسي او الكوكولا يكون دائما عندي ناس وهاي لازم تضمنون خبرات. هاي في الخياطه راح تلاحظونها في الملاحف مهم صحيح بكره واحده يكتب لها ماكينه هاي اللي شنو راح شنو ماكينه صباغه هي اللي الوحيده اللي تعرف تصبغ. لا ما اخلي واحده تصبغ لازم اخلي اثنين ثلاثه يصبغون لان الاستدامه مهم جدا. نعم مرضت بكره طلعت انا ومزعلت انا ما يصير فيه خبصه في النار. طيب طبعا المشاكل اللي تنفرض في المشروع احيانا يعني هناك مشاكل بين اثنين الاعضاء احيانا فقط وجدنا ان النسبه توقفت لفتره معينه مده 3 أشهر تقريبا عشان زعلانين مع بعض. ليس هناك يعني مشاكل داخليه داخليه ترى زعلانين مع مثال قلت انا مثال لكن اذا قلت هاي مثلا الحين هاي اللي قال البطل محمد عم سالم نعم. تعلم انه نشوف شنو عنده قصته اللي في شيء في شيء فعلا هو عنده قصته انه متعاونين مع بعض يقول عنده مصدر قوه صحيح. لان التعاون دي اهم من الفلوس صحيح صحيح. ولذلك احنا في الاداره قمنا بالبحث عن يعني سبب هذه المشاكل لماذا هناك مشاكل داخليه نعم. وجدنا بان هناك بعض السيدات اللي يشترينا من المسرح يشترينا من اماكن اخرى نعم يشترينا من اماكن اخرى بدل من يشترينا من يعني محل هذا خلق مشاكل يعني ربما في موقع زين احنا مسؤولين ان لازم يشترون من عندنا نحن انا ما اشوف ضروره ان هذا ما شروا من عندي هم الخسرانين. لحظه لحظه بسؤال طبعا عندنا نظام جمعيات في دول الخليج الشارقه انا عايش معاكم الشارقه انا عضو في جمعيه بس شنو ما تحكم ما عشان تسبورت الناس اللي قاعدين مقيمين هنا. كل ما اشتري من جمعيه انا يصير لي عائد يعني في رمضان كل سنه يعطونا ما مثلا انا شريت مثلا 2000 دينار 20000 درهم انا لي 2000 درهم يعني 10% في رمضان انا استفيد منها واشتري فيها. انتوا بعد لازم تسوون هذه المنظومه اللي يشتري ينحسب له انه هو كل ما شرى اكثر يعني ما يصير واحد يشتري من جمعيه كل اغراضه واحد ما يشتري هو عضو معاه واقسم على الكل نفس الشيء ما يصير فلازم هي نضبطها بطريقه ما وندخل المحاسب يجيب محاسب مثل ما بتجيب مصمم يجيب لك محاسب اذا تحب يعني على الاقل يحط لك المنظومه هذه ها او انت يمكن تعرف عندك هاي المهاره ما ادري بس نحتاج الى واحد اللي يشتري اكثر من الجمعيه يعني في عائله مستهلكه ما شاء الله عائله نفرض انهم 20 فرد وفي عائله 5 أفراد ما يصير 20 فرد يحصلون نسبه لازم اكثر يشترون كل اغراضهم من هنا خاصة إذا أنت بترفع رأس المال الحين وبدنا نتوسع في موضوع شنو؟ الأغذية مثلا أو في غيرها من الأشياء. واضح؟ نعم بعد خلصنا؟ تقريبا السادسة لا أنت قلت عندك أربعة الحين كم واحد حطيت؟ واحد واحدة بزاكر واحدة بزاكر واحدة بزاكر واحدة بزاكر واحدة بزاكر يعني هل تشعر أنك أصبحت أكثر قراءة وإدراك على كيف على كيف أن تستكشف نفسك وقدراتك وكيف ستوظف على التأثير المجتمعي أو الإعتماد على ذلك؟ جواب طبعاً إذا قلت نعم أصبحت أصوب من ذلك سأحرص على تكوين أفراد سأحرص على تكوين أفراد وإنشاء مشاريع وتأليف كتب عن تجارب وأنا عملي بالله ثم أول شيء بالله ثم بكم كثير إن شاء الله يعني أعرف أن قوة هذا الرجل هو أنتم يعني إن شاء الله يعني تحققوا ذلك طيب اتوقع اوقف معك بشير عشان نعطيك فرصه ثانيه بس قبل لا يمكن اتوقع ادارتكم هاي ساعات الاخيره معاكم انا وابي استفيد منها
شنو الشيء اللي انا يعني كنت متوقعين ان انا اسويه بزيارتي غير المحضر هذاك؟ ما خلاص ما بيتفاهمون كيفه. اوه عبد الله اسمه عبد كيف لما يسوي تفاهمون اسوي محضر. شنو الشيء الاخر الشيء اللي فعلا انتم كان في بالكم نسويه لكم كشباب اللي في قدراتنا؟ طبعا انا ترى مش مالي اني تشوفوني انا قاعد احاول اسوي الاشياء اللي اقدر عليها. انا مع ابراهيم نحاول سددوا قارب. شنو الشيء الضروري يا محمدو؟ محمدو وين؟ محمدو 2 محمدو 3 زين ثلاث محمد اللي كانت قدامي زين اللي انا ممكن احنا ممكن نسويه او نحط له اولويه لكم لان انتم صمام الامان. اذا انسحب على صمام الامان بديتوا تفككون او كل واحد ينشغل بشيء اخر او قال انا ما هذه راح اشتغل لي احسن لي ما اضيع وقتي مع محمد ابراهيم محمد بعجي ضاعت الفكره. انتم المستقبل، انتم مستقبل المنطقه، انتم اكبر ما مستقبل موريتانيا. ترى انا قاعد الحين مع طلبه دكتوراه ودكاتره ترى بالجامعه. وسمع ابراهيم، ابراهيم موجود ولا راح؟ موجود. ما تشوفه فين؟ زين؟ ابراهيم سمعت ايش قلت لهم صح؟ نعم. ما في، قلت لهم كل اللي تقولون عن دار العلم انا واثق فيه، شباب انا واثق فيكم. واعرف ان انتم ان شاء الله عليكم الخير. فشنو الشيء اللي نقدر نسويه؟ لو ما حطينا له ميزانيه الان نحط له ميزانيه في المستقبل. المرة الجاية قريبة إن شاء الله. نحن قمنا باجتماع كل الشباب في مدينة وقمنا بإنشاء مشروع. يلا شنو؟ هذا المشروع هو عبارة عن بيع ملابس. أيوة. ونوال. زين ما تقول مباق. ما ينباق مرة ثانية يسرق. سوينا مشروع مباق. إن شاء الله. شو تضمن ما بيسرق؟ هاي السؤال لا. مهم. إذا في سرقة فعلا صارت. كيف ما يتكرر التجربة؟ هل بيكون مشروع على الشارع ولا داخل المنطقة؟ هل لازم؟ نعم. هذه يعني ممكن يكون على أطراف الشارع بحيث إنه يكون في أمان أكثر. كلها الجهات طرحناها. قلنا إن بالمشروع إن شاء الله سيحاول إنه أن يكون مثلاً في السوق، لأن السوق هناك أعتقد إن نسبة الأمن فيه مرتفعة، زين إن هناك رجال أمن يؤجرون رجال أمن من مثلاً إحنا تغلب في كافة طيب احنا ما عندي انا ما عندي مشكله بس لازم ترى في الاخير نسوي خدمات حق المنطقه وبنسوي هاي مو مشكله انت تفضل تسوي هي بس اذا تشوفون ما في امان ما عندي ما عندي مشكله ما دام هو يعطيكم عائد ان شاء الله لان لا اريدكم ان شنو حتى لما ان شاء الله تخلصون جامعه فكروا انه فعلا في هاي العمل التطوعي في عائد جميع نفس الشيء لازم تكون عنده عائد عنده رواتب حق القاده يعني ما يقدر هو بس لازم هاي التصور عندنا ان شاء الله زين نعم اتوقع كنا اول شيء وش نتوقع بدناك تتكلم ساعات المخرج اسمك اسمك محمد اكون محمد حاج تكلم ايش انت خبرتك في المجال الاقتصادي الحين اول شيء نتوقع احنا منك انت استفاده من التجربه وخبرتك في الاقتصاد الحين ود حافز لنا لهذا المجال ذاك اليوم كنت تتكلم عربي صرت تتكلم عساني اليوم خلص بطارية عساني بوصل الفكرة أكثر زين طبعا وتوفير دعم المشاريع التنموية إن شاء الله وإن شاء الله شوفوا الدعم جاي شوف شيء مثل ما أنت تسقي شجرة واحدة جربت التجربة سويت بشجرة ثانية ثلاثة أربعة تشوفوا بعد استغابة ان شاء الله ان شاء الله حتى المنطقه ان شاء الله تصير خضراء ان شاء الله بس هاي بينا جهد منكم انتم الوقت الاكثر انتم المورد الحقيقي ليس المال المورد الحقيقي انتم والابتكار وكل ما قللنا الاعتماد على الاخرين كل ما ان شاء الله قوتكم تصير افضل ان شاء الله فهي هذه احنا يعني مثل مسكرين عليكم ان تجيكم فلوس عشان هاي الموضوع ولا ترى كثير من الناس قاعد تقول لي انا بشتغل معك انا بسوي المشاريع اقول معك وجهه خير روح جهات خيريه وانا داخلي احتار لان عارف انه هو محتاج وعارف انه انتم محتاجين بس انا قاعد اشوف النظره الابعد فصبروا علي شوي صبروا وخذوا بهالمنهجيه هذه راح نسرع شوي اكثر من قبل لان احنا بدينا نبني عامل الثقه لكن نفس الشيء دائما راح يكون نقف وقفات ونوقف عليها نقول ليش خسرنا في هاي ليش ما سوينا هاي عشان نتعلم لأن هاي مدرسة الحياة غير أحسن من مدرسة الجامعة وبتشوفون تقول محمد قال الأساتذة اللي راح يجون هني هم راح يتعلمون منكم
يحاولون يتفلسفون بالكلمات في الاقتصاد بلا 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 اوكي لكن في الاخير راح تكون لها مدرسه كبيره ان شاء الله ان شاء الله. طيب بس خلاص احنا سالم خلصت المحل دي متفقنا عليه خلاص يشد الخلف. طيب انا بقعد مع مال الصناعه عشان نضمن ان الصالون ينجح لان الصالون لازم ينجح. وش اللي يعني صفقوا له وجهي؟ لان الصالون يفترض ناجح يعني حتى هو يوم تكلم معي صالون قلت له على طول اوكي ليش؟ لان في حاجه مو معناته المنطقه فقيره ما فيها صالون زين؟ يفترض في حاجه سواء حق المنطقه او خارج المنطقه. فكيف تسوي تسويق؟ وكيف انه يبيع بضائع؟ هذه يحتاج الى كلنا مهارات ونحتاج ندعمها بالمهارات. اوكي ما دام عنده مهارات قدرات. ودعمها بالاشخاص. نعم؟ ودعمها بالاشخاص. ندعمها بالاشخاص. يلا تفضل قول انت يقول مين يقول تبيه نتكلم عن مشروع رين هو مشروع أنثوي مشروع نساء في ست نساء مالكم ما صاروا؟ ايه ايه زين احنا عارف عن المشروع خلصنا انت شرحتيه ما في عادة خلاص قلنا قبل الحين انت شنو رايك ما هي متطلبات النجاح عشان تنشئ تصير التعاونيه اقوى كيف تنشئ شنو اللي معوقه شنو خايفه منه؟ خايفه منه؟ ايه لحظه يعني احنا مستعدين ناخذ زياده ونحط زياده مبلغ في شنو لو قلنا لك الحين بنحط مثلا 200 دولار في وين نحط ال 200 دولار؟ هل في بضاعة؟ بضاعة ولا في أثاث؟ بضاعة ها؟ بضاعة أنا ما يحتاج ما عندك كرسي عدل ها؟ كرسي عدل صالون ما عندك عدل أي بضاعة ولا صالون ولا كرسي؟ بضاعة ما يمكنكم أحد يسوي أنتم لازم تروحون حق الناس صح؟ شنو طريقتكم؟ يمكنكم لازم ولا تروحون لهم؟ نحن مو ليشنا نحن زين هذا يعني مكانك يكون عدل زين هل تفكرون لو دخلتوا في لوازم الحراس يساعد؟ وما عندك واحد في لوازم الحراس صح؟ لوازم؟ لوازم الحراس هذا اللي فيه ألف حراس كان عندنا عائلة الأرز خط لوازم الحراس كان عندنا ألف حراس عطيت العيون دار الحراس إيه عندنا من نمشي مثلا ندور شيء آخر منه هي أشياء لكن بدون زيادة يصير ترى على فكرة خلي إحنا نعطيك هذين دولار لكن يصير بعد تختربون تأخذون من الناس استعارة البداية تستعتي الحين إحنا اللي رحنا نعمل أمس التعاونية هذي قالت لهم الضفائر هذي ممكن تقولين أنا بأخذ منك ضمانة محمد إبراهيم حطها برأس عالم وطلع سالفة قول إذا ما أدري محمد إبراهيم حطوا تصور حطوا صورته في كل مكان تاخذين لما صار في بعتي قول انا بحط لك في عندي في المحل يعني هي بتعطيك اياه عشان تسوق انت اذا بعتي ليش فايده ولا فايده؟ ما لازم كل شيء نقتنيه احنا في اقتصاد اليوم يسمونه اقتصاد هم يسمونه اقتصاد الندره احنا في اقتصاد الان اقتصاد الوفره الوفره يعني شنو؟ انا ليس بالضروره ان امتلك كل شيء انا اخذ الشيء استعاره اقول له بحطه عندي انت الحين عندك محل راح ياتون نساء اي واحدة تبيع اشياء مال النساء يفترض اعطيك اياها ليه ما تبيعينها؟ يقول انا اعطيني اياها شهرين اذا بعته اعطيته ايش فايده واعطيه خسرت فايده ما بعته رجعت عليك فليس بالضروره تتركين اشياء بعدين تتورطين فيها واضحه الفكره؟ هاي واحده من منهجيات الاداره طيب فاحنا اوكي ليش عند الدار البيضاء استثناء ما ادري زين بعد شيء ثاني؟ هذه يحيى يلا انا في هذا الشهر لما تيجي ولا تجي تقرا خاصه بتقاطع معهم طيب يصير يصير يشوفوا معهم كانت في بيت بيتر صاحبة وين يحيى خليه من يحيى تفضل يحيى خل عندك كم ماما اذا بتجي مني ولا منك خليك ايوه تفضل تفضل السلام عليكم ورحمه الله أنا حال المشروع قال مشروع راحته مشروع راحته إبارة عن
اطلق عليه الفكره الجنونيه. اصلا الفكره كانت ضمن نقول مشروع منتجع سياحي على مستوى مقاطعه الميناء، خصوصا على مستوى الشاطئ الاطلسي الجانب في مقاطعه الميناء جنوب الميناء. بعد فتره نظرا لظروف ظروفنا كشباب في الطبقه الوسطى او الطبقه الضعيفه في المجتمع، فكرت ان المشروع يحتاج كثير من الوقت يعني سنوات. لذلك غيرت المشروع صار محل صغير، عباره عن موضوع المشروع هو تزيين الحفلات الاجتماعيه وتزيين اعياد الميناء، تنظيم حفل التخرج للطلاب الجامعه والمدارس من مستوى مقاطعه الميناء خصوصا. فعلا كان المشروع لانه مشروع شخصي، يعني كان شخصي. بعدين فكرت انه نحتاج طاقم فريق يكون مع هذا العمل. لذلك احتجت شخصين، كانوا الشخص الثالث في الموضوع للمشروع من اجل انه المشروع يتحرك، مشروع راحتك. المتطلبات اللي يحتاج الى المشروع اولا يعني موجود المشروع ولا انت قاعد تفكر؟ مشروع موجود؟ مشروع الواقع انه موجود بس ما في مقر، بس بس في عندك طلب؟ يعني اعمل حسب طلبات يعني عندك طلب؟ يعني كم في الاسبوع يجيك طلب؟ كم في الاسبوع يجيك طلب؟ احيانا طلب الاسبوع ثلاثه اثنان اربعه. زين وكم العائد؟ العائد نسبه الارباح شهريه تقدر ب 250 ألف روبية. وأنت كم رأس المال كان؟ رأس المال ما في رأس مال، فقط عندما تطلب أنا. لا تشتري زينة، أكيد لك مال زينة عندك أشياء ثانية. نعم انطلقت أولا اشتريت مسدس يعني تحتاج لتسليق الأشياء، اشتريته ب 1500 روبية، بعدين اشتريت ذلك المسدس. المهم يعني كم تقريبا رأس المال مالك الآن؟ كم قاعد تسوي؟ رأس المال تقريبا كم صار؟ رأس المال تقريبا تو رأس المال يعني المشروع يعني قلت أنت رأس المال ابدعت فيه رأس المال الذي يحتاج مالا يبلغ تراوح بين مليون إلى 700 ألف. مشيت أنت مشروع كم الدولار؟ ما فهمت يعني المشروع أنا اطلع على رأس المال يعني ما علينا. ادرسها اخي بشكل مختلف، ادرسها اكتبها بطريقه صح، عمل برايم بعد ما وبنشوف بعدين يعني يناسب احنا يناسبنا ولا لا. هل هو فعلا في طلب؟ هل في عائد؟ اذا في عائد عندك هني ممكن يشاور تاخذ معه. طب ما تسوى محدد يعني لا ما عليه. لا مكتوب كامل. ما عندك عين؟ انت ما عندك ارقام؟ ما عندك ما تقدر تجاوب صح؟ راس المال كم الحين؟ هذه كم؟ كم العائد الاسبوعي؟ العائد الاسبوعي يعني اعصر صالحين تبدأ كم مرة في الاسبوع؟ كم تربح الاسبوع؟ على الاسبوع نربح كم دولار؟ ها؟ تراحت كم؟ تراحت المشروع؟ تراحت المشروع بالتراوح. الحين كم عندك من اصول يعني عندك مثلا عندك خيام، عندك كزينة، كم عندك تاخذ؟ شو اسم صور عندك؟ اوكي زين. هذه انت وين مكانك الحين حاليا؟ كيف يعرفوا الناس مكانك؟ اعطونا انت تشتري الاشياء تبي تسوي على طرف صح؟ ما عندك تخزن. الحين شنو مشكلتك؟ انت عشان ناجح هاي لكم ترى حظي انتو هذه لكم. هاي قاعد نناقش معها عشانكم. هاي تعاوني شبابيه بالصيف مش شيء اسمه. ايش المشكله؟ مشكله من هذا الدعم مستقيم من
تحتاج بس فقط المقر. مقر زين. انت الحين كم واحد انت ثلاثة. احنا ما نشتغل مع رجال التعمار ما نشتغل. نشتغل تعاونيات. استعدت تدخل تعاونية؟ مجموعة يعني على الأقل يكون معاك يعني انت لا تقبل من ترى عشرة. عشرة. ونشوف كم المبلغ التأجير. كم العائد الأسبوعي إذا أنت فعلاً ضامن العائد الأسبوعي اللي قاعد يصير زائد ناقص طبعاً أكيد ينزل يطلع هو ها لا شك إنه بالعكس حتى في التسويق إحنا نزاد له بس إنه ياخذ لنا ما تشيل معانا على الأقل من ما شاء الله نغرف هني شباب نغرف اللي كذي معك يعني شباب عشرة ولا هاي ولا من سبعة ثمانية إلى 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 عشرة أشخاص ها تدربهم وكذا بالعكس ان شاء الله خير وبركه ان شاء الله مدام تشوف ان في اعلان عليه طلب تقول في الشهر في الشهر في الاسبوع تقول كم تقريبا خمس طلبات لا اللي كان تقريبا طلب الواحد ها عدد صار كم عادي عادي تقول للشهر للشهر او الاسبوع بالشهر قول الشهر يعني ترى ب 250 الف وخير وايد زين طرد واحد لحظة هاي عائد مش عائد شو اسمه صافي الربح يعني ها هاي المواد اللي تشتريها لأن طرد واحد تقريبا في طعام بين 20 الموقية لا نعم خمسة معندك هذي ويصير عن ربح الدرجة لا لأني أكدروا على إنه يجي دخل الربح أكثر لأنه يعني طلب واحد لأنه نفذوا بعشرين بين 20 و15 يعني أنا يهمني مش التجميل في فرق مع كله يتكلم عن العائد هاي لأن التعاونيات بس أنت حين يدخل معاك التناجم أنت عشان تعرف إن هامش الربح إحنا ساعدناك فيه ولا لا وكل يوم أنا كم هامش الربح مش العائد 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 مثل يكون يروح مثلا شريت هاي بمية مثلا شو اسمه $100 واستخدمته مرة واحدة ومعلم أخذ من المستفيدين أو هذي $120 يعقون عن كل تفل ما صح هاي مثل المواد فأنا بسويش العائد مالي أو هامش الربح مالي كم يعني 20% أخذ 20 دولار اللي هو عبارة عن شنو مهاراتي وقتي مهاراتي كيف سويت الزينة أنت أهم شيء في هامش الربح مالك شنو مهاراتك الفرق اللي إحنا بنساعدك فيه المكان عشان نستعرف المكان والمواد نضيف المواد عشان نستثمر في المواد أنا بنعرف هامي شرب كان هاي قاعد مع محمد عشان نعرف من وين بدينا وطبعا لازم في نوع من الأمانة والتعاقد حتى الشباب ما أنتوا بكرة تختارون الشباب اللي يناسبك تدربهم تسوي تكوين تأخذ وتبتدون إن شاء الله إذا إحنا تبي خلاص جماعة يعني ترفع صوتك عشان الفيديو عشان تسمع يعني ممثل عن رؤية المستقبل للشباب المرتان في جمع يعني ويسعدني بعض إجبار اليوم معكم بعد ساعة يعني هذا المساء هذا الندوة مو إشكالية شوي نبغى نطرح قضية هذي معكم نجرب يعني تجربة عن إنه عمل ما تعرف ما سمعت تقلعني كمامات وانت حط الكمامات تحمله مني يسعدني اجباركم معاكم دعم مساعدين يعني خلال هذه الندوة يعني هون الإشكالية تطرح لازم نجد الشباب موريتاني حول مشاريع دعم مشاريع أحيانا واحد موجود عنده مادة موجود عنده فكرة أحيانا يفشل واحد قدامه والله واحد عنده مشروع ويفشل قدامه يقول هو عنده ذاك المشروع اللي ابتداه قدامه ولا شافه الاخر قال شنو هو كيفته وده يعني التحدي شوي يعني العرب لو انا ما فاهم ترى بس هو يا عبد العال بيقول يعني قدام تحدي جاب له شخص من خلاله ما كان يقدر يعدل المشروع كان يعدل شنو يعني التجارب من خلالكم انتم حد يتجاوز من التحدي حسب الشيء اللي احنا بعض الشباب نعم من رايي ما شاء الله وبشكل وين نبدأ المشروع؟ لا محمد بس لأنك معه لا
والمرة حصل تجربتكم أرادكم معايا الشباب ما يبون يجربون وشنو؟ على جواب مشروع وشنو بشير؟ بشير؟ كان يحب أن يقوم بشير لا محمد بشير بشير أنا باشي سؤال ممتاز صفوا لو جميع سؤال اسمك استاذي؟ أحمد أحمد جزاك الله سؤال ممتاز أحمد يسأل سؤال ترى وايد مهم ليس بالضرورة أن بشير فشل محمد فشل أن بشير سوف يفشل في نفس البزنس يعني شوفوا ليس إحنا ها واحدة من الأشياء اللي بشرح لكم إياها إحنا نتكلم في كل شغلتنا وحين الناس خايفة وسمح مساء إبراهيم أنا أحاول أدافع بس ما هو دافع وايد خلها ما يجون يشوفون الكل بعيد يحاول يطق في دار بيضاء ولا في محمد ولا ما يهمني أشخاص أنا أعرف الأشخاص في خمسة أشياء جماعة إذا ثبتنا خلاص ترى إحنا بضاعتنا مع الله هم الناس ترى ولما تسوي تغيير لازم تطبقه في شخصك حتى التعاونيات رب بشير هاي من خربنا خلي قولي يتسعي يسألنا أسئلة تعاونيات تكلمون ترى وراكم لا تفكر ما بيتكلمون كل ما زادت الفلوس زادت أنت ما أحب أحد يسألني الإنسان طبعا ما يحب أحد يسأله يسيطر عليه طبعا الإنسان شيء إحنا نشتغل في خمسة أنواع من الإخلاص هذا اختصار للهام واللي انتم حبيت تشتغلون لا ريت تكتبونه وتتذكرونه حتى انت اللي يجيب التليفون جيبه من اعطني هالتليفون انت مساء كنت تشغل فيديو يا حجي ولا لا؟ ها؟ تشغل فيديو مساء؟ وقفت الان؟ الله يستر زين انتم تشتغلون في خمس انواع من الاخلاص اذا قدرنا نثبته فاحنا ان شاء الله ناجحين زين رقم واحد احنا لازم نكون مخلصين استمع شوي لازم نكون مخلصين في انواع الاشخاص الذين سنعمل معهم من هم الاشخاص نقصد الاشخاص هم احنا يعني ربعنا من اللي راح يشتغل يشرف على التعاونيه الاشخاص هم الافراد داخل التعاونيه لازم ايضا انتقائيين يصير عندهم اكثر انتقائيه عشان نسبه النجاح تكون افضل الاشخاص هم المستفيدين من التعاونيه ايضا لازم نكون ننتقيهم ما نستهدف لما نبيع الحين مثلا ملاعب اذا بس نبيع على كل واحد ملاعب معناته ما سوينا البراندنج ذكرنا تكلمنا على مزاعف الماركه احنا الان نستهدف الطبقه الوسطى ان شاء الله من الاسابيع الجايه احنا ما نستهدف فقط نبيع على المجتمعات الفقيره عشان نرفع العائد حق الفقير لازم يصل الى المجتمعات الوسطى فما فوق اوكي وهني فكره التصميم اذا لاحظوا الاخلاص لازم يكون وإن فعلاً أنا قاعد أسأل نفسي الأسئلة هل أنا قاعد أترى ليش أنا قاعد أسألكم الأسئلة مساعة هل أنتوا قاعد تتغيرون ولا لا هل في كيمياء قاعد تصير داخل في شيء يغلي بدأ يقول أنا ليش كنت أسوي هالأشياء لما أبتدي أسأل نفسي لأن إحنا نطبق الآية حتى لو الشيخ يقولها بالمحضرة إحنا نطبقها عملياً إن الله لا يغير ما بقوم ولا بأنفسهم تغيير الذات أنا قاعد أتغير ولا لا والناس ما تتغير جماعة ترى من المحضرة فقط محضرة واحدة من الوسائل وما تتغير أقول لكم يوم شفنا ناس حفظت قرآن وهم حراميين صراحة للأسف ولو كان المسلمين الحفظة ما كان أمتنا وين الإسلام حتى بعشرة يقوم صحيح مشكلتنا أن الناس ما تطبق ما تعرف ما تعلم قصدي ما تحفظ عشان نتغير لازم نكون قيادة بالقدوة عشان تغير الموضوع لازم شنو نسوي امثله ناجحه من هنا موضوع الاخلاص مهم جدا وان انت المفتاح لو حصلوا كذبه واحده على بشير التعاونيه يودوها عليه لذلك كونوا حريصين قيم راح يبتدي معاكم محمد انا اقول يركز على ثلاث قيم حتى برا قبل الشعار قبل الاقتصاد للنام قبل كل شيء مثلا نقول والله مثلا ما لازم هذه الصدق مثلا الاخلاص التحدي مثلا قبول التحدي مثلا شيء النقطة الثانية قلت أنا الحين الأشخاص صح؟ يهمني أنا على طول المنتج ما لازم يصير منتج يعني ملاحف كسكسي ما أدري شنو لا ممكن المنتج يصير خدمة وأنتوا على فكرة حتى لو ما دخلتوا في الخدمات هاي المنطقة ما تحتاج خدمات مثل ما قلنا انتقال فحين أنا بوفر خدمة بحط الدراجات عشان توصل بسرعة توصل عليه شوية قريشات زيادة
يعني ما بجيب لك بس عطني شويه قريشه ما باخذ عليه وايد بس اخذ عليه قريشه اوكي كشاف امس خذوا 100 توقيه على وكل القيمه مالت الغداء اللي طابته مثلا 400 توقيه 400 هو زاد 1000 قال بوصل لك اياه ويبي الفلوس على 1000 وما يقول 1000 ما تكلف 1000 وحصل اللي شغلنا ناس على هاي ففكروا في الخدمات في الخدمات اللي موجوده والله ناس ما عندها موبايل انا اجر لك موبايل ناس يبي يستخدم انترنت انا اعطيك انترنت الحين ما دخلنا فيها الحين الشباب انتم هاي فرصكم شوفوا وين الفرص اللي ممكن اطور فيها التعاونيات وصل لنا بزنس اوكي هاي من الشهر الجاي ارسل لكم حواله اذا بنبتدي فيها زين هكا تعاود علي قاعد اسجل الحين بس طلعوا لي شيء تخلعوني فيه زين غير الدرجه هي درجات فكرتي قلنا شنو اشخاص قلنا المنتج او الخدمه لازم اخلص فيه اخلص فيه يعني ما اقبل بملاحف اذا هي الملاحف ما تنباع انا رئيس مدير تعاونيه اتكلم انا اشرف على التعاونيه اذا ما قاعد ينتجون صح والملاحف ضعيفه ما اقدر ابيع لهم انا هذا محمد ابراهيم ما اقدر ابيع لهم ما اقدر احط عليه براند ماله فلازم تكونون شديدين في موضوع المنتج صحيح الحين فقراء ونبيهم ينتجون نساعدهم بس شو الفائده هم ينتجون ما حد يشتري او يبيعون بثمن رخيص فلازم نعطي نوع من وهذا يحتاج الى ناس تقيم المنتجات انا ما اعرف الملاحف الكل يسوي ملاحف بس ما اعرف احنا شنو قيمه الملاحف مالتنا ابي تجيب لي واحده خبيره وتدفع لها فلوس تقول لها الملاحف زينه وهو ممتاز بالعكس يمكن تطلع ملاحف احنا ما ندري قيمتها قاعد نبيعها بثمن بخس وهي قيمتها اعلى لا هاي ندفع فيه فلوس مستعدين هاي هني اتصال لهم الحين احنا قلنا ننتقل من مرحله التعاونيات البدائيه الى مرحله الحاضنات الى مرحله شفنا هذه ربعنا مسرعات هاي معنا في الهاي بعد الحاضن زين الى مرحله المسرعات هاي مو ربعنا هاي مره مو ربعنا هيا وحين هذه اللي جاوا برا عشان خلطتك انت تتفاهم معي ابراهيم هاي دور ابراهيم ها متخصص ابراهيم بالشغله ابراهيم ها لغه محمد غصن زين واضح جماعه اذا احنا قلنا الاخلاص الثاني شنو اول اخلاص شنو نخلص فيه لما نخلص الان لا يكون في شيء الا شنو الا زانه ولا ينسى شيء الا شانه الاخلاص الاولي شنو هو اشخاص اتاكد الاشخاص يصير عندي اكثر انتقائيه بدايته بالبدايه هو بيسوي اي شيء يعني بيشتغل البدايه لازم نقبل كذي شوي شوي الحين يصير عندنا انتقائيه بشغل انتقائيه بشغل انتقائيه عشان كاني قاعد شو اسوي قاعد نشكل من هي تعاونيات الدار البيضاء ليش احنا نقول تعاونياتنا افضل من تعاونيات الجهه الفلانيه عشان يتعلمون ترى دائما الابتكار يطلع من رحم المشكله ها الحاجه ام الاختراع ها ففعلا الحاجه ام الاختراع واللي صار كل اللي صار القاده في العالم غيروا في العالم هم جو من الحاجه ما جو من مرتاحين في بيوتهم جالسين في المكيفات ولا في شيء النقطه الثالثه قلنا اللي هو قلت لكم انا عن المنتج النقطه الثالثه هو التكلفه السعر في وحدين على قولتهم يسمونهم وحدين ها في وحدين ها قالوا والله سمعهم امس بدون ما احدد وين قالوا السعر الفلاني قلنا وايد غالي هذه اذا بتبيعون الشيء الفلاني اقول لكم صراحه معكم مثلا تبيع الشنط اذا بتبيعون اياه بالتكلفه احنا ما نقدر نبيعه برا باكثر من كذي لان انا مبين من قيمته ما ينباع اكثر من هذا هي زودت على السعر فكرت انا بشتري الحين ها ولا محمد ابراهيم عنده فلوس انا ما اعطيه وعنده فلوس بيشتري قلت ترى ما عندنا فلوس احنا هنا بنساعدك بنساعد نفسنا فهني ابراهيم شفنا اخونا ذي بعد ابراهيم ايش امورنا؟ ابراهيم اخونا ذي تشوف الشبي زين؟ حمد خلاص حمد زين كانت مستدعيته وبيض اللي جيته زين فواضح الفكره رقم ثلاثه شنو قلنا؟ تكلفه السعر لازم سعر المنتج اللي نشتريه لان على فكره ليس بالضروره ان كل شيء احنا راح نشتريه زين
فلذلك سعر المنتج اللي يشتريه أو المنتجة لازم يكون منافس. إذا برحب هم زودوا التعاوني زودوا المنتج وما قدرنا نبيع ما نقدر نبيع بيه في السوق مستهدف، لأن نبي نرفع العائد نعم صح ولا لا؟ صح. لازم تكلفة تكون قليلة كثر ما نستطيع عشان نصل إلى ال قادر زوج نشتري. نعم. زين. نقطة ثالثة تكلفة. زين قلنا إذا قلنا إحنا الأشخاص قلنا المنتج وهاي كل قاعد يسحب الناس كلهم ذبحنا. أوقف استراحة. خذ استراحة. أوقف أوقف الفيديو. ملاحظاتك هني. أنا بعشان الفيديو ذكرت لكم عندنا أربعة أنواع من الأخلاص زائد آخر واحد. الأربعة قلت لكم شنو أشخاص. خلصين. قلت لكم منتج او خدمه تكلفة. قلت لكم تكلفه صحيح. لازم تكون واضحه وصحيحه ها وقلت لكم رقم أربعة شنو طريقه البيع اخر شيء الاخلاص في معرفه جوده حياتهم يعني يمكن واحده تنكر تقول انا ما تغيرت حياتي صح. انا للحين في ناس ترى طماعين وجدنا زين يعني مهما تسوي معهم كنا ما يبين انتم هاي مشكله بكره راحوا الباحثين قالوا والله احنا ترى ما هذه يقصون عليكم ترى احنا ما تغيرت حياتنا ترى للحين احنا في غاره ترى للحين احنا ما ناكل عن طريق لازم تعرفون جوده الحياه الحقيقيه جوده الحياه صاروا ياكلون وجبتين ولا وجبه واحده خلاص عيالهم في مجاعه تحسون في عيالهم في فقر ضعف الضعف النمو ولا عيالهم في نمو طبيعي ها لازم نلاحظ ندخل البيت طالع وهني دورك انت ليس مدير تعاوني انت شو اخباركم شلونكم اليوم زينين مع السلامه لا ما يصلح تعالوا بدخل بي... انا عندي جوله هذا الاسبوع بدخل بيوتكم في ثلاجه ها بدي والله ترى في عندهم نظافه في دخلوا شويه مروحه اذا احتاجوا مروحه ها في اضاءه كذا الاشياء ابتدي الاحظها وقت عيني لان هذا الاثر اللي احنا قاعد نشتغله احنا ما قاعد نشتغل حق انهم يسوون فلوس ولا لا ما يهمنا احنا ان حياتهم قاعد تتطور وهم يصيرون يقدرون شنو قلنا في اتصال الهام العرض مقابل الطلب ولا القدره مقابل الطلب قدره مقابل الطلب نرفع قدره الناس انهم يصيرون اليد العليا ما يتمون اليد السفلى وهي ترى يحتاج الى تعب يحتاج الى ملاحظه قويه ارقام قويه عشان نقدر هذه اخونا روان عنده ناكل مال جماعته تعاونيته عندهم زراعه ممتازه مقارنه بالمنطقه هي ليست ممتازه بس مقارنه بمنطقتكم ممتازه هذا قبل البيت وهي حصلت تكوين البنيه اللي هنا يعني تكوين صحيح مش تكوين هاي مال محاضرات لا تكوين مهارات فيه. هذه المراه نحتاج نشبك معها نشبك معاها ندعمها كتعاونية ندخل معاها ناس بنفس الوقت هي بتساعدكم في الموضوع البيع والموضوع اللي نطلع منها منتج ونحاول نغذي في المسمكة سواء تزرع شو اسمه مال شاي تحطهم في الشاي النعناع ولا غيره ولا طماط صغير ولا شيء بداية لأن كل التعاونياتنا بنرفع الأرض مالتنا وهي الفكرة أنا قلتها حق محمد إبراهيم بس ما راضي يستمع لي الاكتفاء الذاتي اللي سويناه في كثير من دول العالم اللي ما فيها تربه جيده هو رفع شنو او نسوي في حواض نحتاج نستثمر في الحواض اذا بداوا يشتغلون معانا صح نسوي حواض في عده مناطق هنا كل تعاونيه صار عندها زراعه وما الزراعه يما لها يما تبيع على مسمكتنا كذي يصير هاي الفكره اللي احنا نستهدفها الان ترى قاعد نسجل عشان نتذكر اوكي في شيء ثاني في بالك اتوقع قلت اللي في بالك صح؟ هو قيرم هذا مشروع بركه اللي هو في البحر هذا هو صعب كان يصعب القمح عن الشارع
ليس مشروع الزراعة، مشروع مشروع. آه مشروع النخاع اللي زرنا أول واحد. فكرت أنا اختلطت مع الذاك الثاني. على الزراعة. على أول واحد. زين إحنا هذه شنو نحتاج وشنو القتالة؟ غاز و. فقلنا الغاز حطينا له ميزانية. خلاص بيشتري خلاص. غاز و. شو اللي مخلصينه مع محمد إبراهيم؟ خلاص ليت نقشوا. كامل قانه ما. فبس جبنا بعد المشروع. لحظة لحظة بقول لك شغلة عشان تعرف شنو شلون عليه ضغط هو كثير. شوف هاي محمد إبراهيم. شفت الساندويتش؟ تعرف ساندويتش؟ ساندويتش برجر. هذا هو البرجر. انا فوق ضغط والناس ضغطه تحت وربعه ضغطين عليه فهو صار ساندويتش. فاحنا ما نعطيك اللي ليس كل ما دائما يقولون عني انا زين ان شاء الله تكونوا كلكم انتم احسن مني. يقول محمد ابو حجي ما يعطينا ما نريد. انا مشهور اني انا يشفيني فيني نحاسه. تعرف نحاسه يعني شوية يعني ما مش نحس بس يعني شديد ها لكن احاول اعطيك ما تحتاجه. طبعا هاي الله يعلم ما تحتاجه بس انا اعطيك ما نراه ان تحتاجه الان. شوي شوي عشان نطلع لان لو طلعنا كذي نطيح من القاعده. شنو يقولون هاي العرب؟ ما طار طير وارتفع الا كما شنو ما طار طير صح. شو يقولون يا شيخ؟ ما طار طير وارتفع الا كما الى الصقور. اي ما طار طير مرتفع الا كما ارتفع كما طار وقع. اوكي فاحنا ما نبيك تطلع بسرعه بسرعه تطلع تدريجيا عشان تبني القدره لان شي قلنا ليس العرض مقابل الطلب. ليش كل ما تطلبه اعطيك اياه ما في فايده بيروح بسرعه بالهواء. فواضح الفكره؟ واضح 100% ان شاء الله الطلب تذي يتوفر ان شاء الله. اوكي واشياء اخرى شوي شوي راح تطلع موجوده في الليسته عنده. خلصنا؟ نعم خلصنا. سرد نعم سرد نعم سرد عندكم طيب. السلام عليكم الشيخ ابو حجي. عليكم السلام ورحمه الله. انا استفدت من كلامك جزاك الله بالخير. احنا استفدنا من حضورك. نعم بركتك الله بخير. بركه بركه نعم. امين امين ان شاء الله. استفدت من خلال كلامك بانك قلت بانك كل شيء تريد ان تدعمه او تبينه لا بد ان اعط محمد عفوا اعط محمد خذ الله عشان اسمع الشيخ. نعم لا بد من ان اطلعت من خلال كلامك بأنك بهذه المحاضرة القيمة بأنك إذا لم تقتني بشيء لا تدعمه لا بد من أن تقتني. فهذه فكرة جيدة. نعم نعم كلنا نعم كلنا. وهذه فكرة جيدة لأن هذه فكرة العصر لأن الإنسان لا يعمل بشيء حتى يقتني به والحمد لله. وأنا أدعم هذه الفكرة عند كل مسلم لا بد أن يقتني بشيء. ولذلك الشريعة جاءت باقتناع تقنع الإنسان تقدم الخيرات هذا الخير وهذا الشر حتى يقتنع. لا إكراه في الدين كما قال الله سبحانه وتعالى. ومن خلال هذه المسألة أنا أريد أن أتكلم عن الشيء. أنت شيخ أبو حاج جئت السنة قبل هذه الماضية قبل هذه المجيء سنة ماضية سنتين. نعم وأنا التقيت بك مع محمد بن إبراهيم وزرت بعض التعاونيات وزرت المحضرة وكانت هناك محضرة واحدة هي محضرة الأرقم ابن أبي الأرقم. هل رأيت محضرة أخرى هنا في الحي؟ نعم وتكلمنا فيها. وهذه المحضرة أنا جئت إلى هذا الحي قرابة 2014 وفي ذلك الحين لم تكن عندي محضرة وكنت أرى حال الناس هنا وتكلمت في بعض المساجد وقلت بأن لا يصح بأن يسكنوا هذا البلد من 2006 إلى 2012 وليس هناك محضرة تخرج طفل واحد من حفاظ كتاب الله يصلي بالناس التراويح. ناس تكري تأخذ بعض المال لتقرض أحد تعطي لأحد لأن يصلي به التراويح. فقلت هذه المسألة وكان لي التوفيق بأن أنشأنا محضرة الأرقم بن أبي الأرقم في هذا الحي وكل الحاضرين هنا يعلم أن محضرة الأرقم بن أبي الأرقم والبعض درس فيه. هذا الرجل الذي يصور هو درس في محضرة الأرقم بأبي الأرقم. هذا الرجل ابن أختي أنا ما كنت أصرف إليه يدرس في مكان يقال له بريمير حتى تخرج وكانت له الإجازة. بأني أرى هذا الفكر بأن إذا تعلم الإنسان درس القرآن وتفقه يستطيع أن لا ينحرف مع المنحرفين وأن تكون إن لم يحصل مالا تكون خلقه وسلوكه يستطيع أن يتعامل به مع الآخرين. هذا كان فكري ودرست الحمد لله في هذه المحضرة وكان لي شاب محمد بن إبراهيم يعرفه والده وكان مؤذن مسجد المرابطون
وهو أول من حفظ في محضرة الأرقم بن أبي لهب، ورمضان الماضي صلى التراويح. محمد بن أختي يعلم هذا، وكان لنا مع هذا الحي، حي فقير، الناس الذين يدرسون القرآن ومن أهل القرآن ومن أهل التجويد لا يرضون أن يأتوا إلى هنا، لأن الناس لا يعطون مال، لا يعطون مال، ومن يكرس حياته هنا إلا أحد من أبناء هذا الحي، وأنا أهلي يسكنون هنا، فبدأت معهم هذه الرحلة. وكان لي هذا أن خرجت طفل يدعى موسى، وولد إبراهيم يعرف وأهله فقراء ووالده فقير، عمله فقير ينعت بالفقر، وكان من حفاظ كتاب الله والحمد، وأخوه الآخر له فوق نصف من القرآن، له فوق نصف من القرآن. وهناك من خرج من المحضرة وهو يحمل رب القرآن ويحمل شيء وعشرين من القرآن. حتى هذا الشاب الذي أنت تقول بأن نضيف المحضرة وتصبح محضرة، هذا هو متخرج من محضرة الأرقم من أبي لهب. أنا هو من درسته القرآن ومن درسته علوم القرآن ومن علمته المقهى أنا، ولكن كانت هناك خلافات وخرج من المحضرة، وأتمنى له كل الخير والنجاح، لم أوقعه في شيء أن لا أسمح له وكذا وكذا. وهذه المحضرة محضرة الأرقم من أبي لهب. نعم أنا أعرف نقطتك. نعم نعم نعم، محضرة الأرقم من أبي لهب لها الترخيص من قبل الوزارة ومن قبل البلدية، ولها قطع أرضية إن لم تبنى محطة الرقم بأبي الرقم. عندما أتيت رأيته وبقت هكذا، لأن نحن ما كان عندنا من المال اشترنا بها قطع أرضية للمحطة، لم تكن تملك قطع أرضية، واشترنا هذا القطع الأرضية بما نحصله من الأهالي الذين يصرفون على أولادهم في هذه المحطة. لذا أتيت والمحطرة ما زالت، ولكن كانت يعلم ولد إبراهيم أن المحطرة كانت لا تملك قطع أرضية. حتى من جئك من قبل هو كان يقول لي أنا أريد أن أشتري قطع أرضية للمحضرة، لم تقل لك المرة الماضية كنت تقول لي تريد أن تشتري قطع أرضية للمحضرة، والآن الحمد لله المحضرة تملك ثلاث قطع أرضية، ولكن لن تكون هناك حائط ولن تكون هناك شيء. ما أنك أنت قلت إن لم تقتني بفكرة لم تدعمها ولا تدعمها، بكيف أنا أبذل جهدي في هذه المحضرة، يأتي أحد ويقول لي لا لأن هذه المحضرة تكون مع هذه المحضرة إلا إذا أقنعني في هذا. في طلاب أنا أدرسهم منذ زمن طويل وأعرف تدريسهم، لا يمكن أن يخلط عليهم آخرين إلا بضوابط ممكن أن تساعد في تدريس المحضرة. إن لم تكن تساعد في تدريس المحضرة فهذا نخشى أن يكون سبب في هذه المسألة. سيد محمد، سيد محمد والله خير يا كما لا على ما يقوم ب... انا اضع نفسي محل محمد ابراهيم. انا شوف تحت تصرف هذا الرجل لاني اعرف هو ما اخذ ما مت... هو ما قال الحين، بالعكس هو اكثر واحد يحن علي ان نسوي المحضره هذا. بس انا اضع نفسي محله الحين. الان في خلاف بينكم، خايف انه هو يأثر الخلاف على الشباب ونظرته بعيدة. أنت نظرتك المحضرة ومقدرك على جهودك والمحضرة مهمة، وما أخذ لها نفسي أصلاً إني أنا حط صورة صورتها المحضرة، أنت ما كنت موجود، صورتها المرة عشان أوصل رسالة حق الناس شوفوا المحضرة هذه كيف تحتاج إلى دعم. أنا بدعمها، ما خلي أحد يدعمها، حتى لو أمي قالت لي أنا بدعمها أبي أحصل أجر زين، واللي تقوم فيه شيء واضح يعني ما في علي واحد يدعم. لكن الآن في خلاف، صار خلاف الحين. انت هذا تلميذك مش تلميذك، الظروف هاي ما نعرفها، يصير ساعات حتى بين الاخوه واخوه ولا والزوج وزوجته، ما اطلب منك شيخنا ان نحاول تحاول معنا حل الخلاف، ليس اقنع طرف بس هذا لانه داخل الجمعيه، هذا الرجل داخل جمعيه، ما نبي نخرب الشباب ويصير بكره ندخل في صراعات. احنا لازم دائما تبقى قلب واحد. احنا في مرحله الحين مهمه جدا تكوين عندنا الروح الوحدة. شوفوا دائما نشتغل مع بعض، يقولون شو يقولون البريطانيين والمسلمين لازم يفرحون، يقولون خطوة واحدة للأمام ولكن كلنا مع بعض، أفضل من 10 خطوات وبعدين نتفرغ. ما تنجح مشاريع العالم العربي ليش؟ عارفوا ليش؟ من ننجح شوي بدين تخالف، يمكن للحين ما سوينا النجاح الكبير بس بدين تخالف، شافوا شوية بوادر نجاح بدين تخالف. إحنا هذا الولد داخل هذا حق يحتاج أنا مو موجود عشان ما نسألك نقول له بعدين عشان ما تدخلوا مع نقاشات مع بعض، نقول له الوحدة الكلام كان مسجل عبدي. أنا لأن عبدي قال لي هذا بعد قال لي عن عبدي أنا عرفت موقف محمد إبراهيم، ولا مو بعرف شو أسوي هنا.
إيه؟ أنا حتى أشوف هاي ترى الكلام ريال قليل كلامه، بس صدقوني النبض مالي ومالي يشتغلوا مع بعض. نبيكم نفس الشيء، أنت تشتغلون فريق واحد، روح واحد. أنت الحين أنت شيخنا ترى برنامج إصلاحي، هاي ترى يكمل رسالة المحبرة. المحبرة إذا حصلت إنسان محتوى حافظ قرآن ولكن لا يسمح في المجتمع، ما ينفع خير لما يكونوا هذول الشباب حضروا محضرة وقاعد يسمحوا في المجتمع. هذا المجتمع هو اللي قاعد نطالب فيه احنا انه يغير في المجتمع البريطاني كله بعد. فانت محظوظ ان محضرتك اصلا هني، انت بعد محظوظ، مو بس احنا محظوظين فيك، انت محظوظ ان الحين عندك اشخاص مثل هؤلاء هذه. فلازم يصير توافق. انا حسب ما قال لي الشيخ محمد فانا بقعد معاكم. الشيخ محمد كفار قال اصلا اذا صار في خلاف في محضرتين ومنطقها في مجال محدد دائما القرار يصير من المحضره الاولى هي تتم، لكن هاي لازم يطلع من الشيخ محمد فار، ما يطلع من محمد ابراهيم ولا يطلع من محمد وحيد. باختصار شديد هاي اللي قال لنا محمد فار صح؟ قال لنا سياره ولا لا؟ فحين بس نبني بس ان يصير في نوع من التوافق بس. واحنا ما عليك هاي المحضره بندعمها بندعمها، لان جزء من تكمل يصل الناس وياه شافوا المحضره شافوا عندنا تعاونيات راح يبتدون ينتقدون اول شيء يطلع محمد ابراهيم. وليش ما سويت شيء حق المحضره؟ على الاقل عشان تخطيها تعدلها تعدل المنطقه تعدل المكان. المكان ذيك المره جيت كان قدام الحوض مو بعد مره بعد زين. فهاي لا شك مخلصين منه. المحضر لازم تتعدل، المحضر خلي يكون هو فعلا القرار مثل ما قال محمد فار، بس لازم يكون محمد فار عشان يصير في توافق وما نخلي شنو؟ لان الشيطان يدخل بالتفاصيل. الشيطان ما يقدر بكره يخسر ربعه اللي رباهم حتى، ترى مو بسهل بعد لو تشوفه ساكن. بس شاب من الشباب اللي ترى ما شايلين مشاريع معه، فنبي نحاول كثر ما نقدر. مثل ما ولدك ساعات ولدك ما يمكن عيالك واحد من عيالك يطلع اعوج، ابناء الانبياء يطلعون عويان زين. يمكن هو شايف نظره انت ما تشوفه بعد، انت ما يكون عويج. يمكن انت بعد تصلح يمكن من اشياء لما يقعد تتوافقون مع بعض، يمكن انت تصلح من طريقه يمكن تعامل طريقه شيء. انا ما اعرف التفاصيل ولا احب اخر التفاصيل، لكن اعرف شيء واحد لازم نحل المشكلة ولازم ندخل يعني شوي شوي في هالموضوع عشان نولد فيه يعني برفع عشان نطلع إن شاء الله إحنا سليمين. لأن هذه المجموعة والله يحطون على الجرح. شوف الجروح اللي داخل كثيرة وإحنا آخر وقت معاهم ما أبي أسيطر زين، لأني أشوف هذيلا وفعلا هم شباب وردة وردة تعرف العراقي من وردة، كل واحد فيهم وردة وردة بعد تورق. إذا ما حافظنا عليها ممكن بسرعة تفقد الامل، تفكر بالهجره مره ثانيه، تفكر فينا ما في امل في البلد. فاصبر علينا هاي الايام الجايه. وقال لنا محمد فار بجلس معك زين، تثق فيه محمد فار؟ اذا ما تثق جيب واحد ثاني جيبه المايه. لا 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 زين، لا انا ضد محمد فار بس خلاص سلام عليكم. قال القرار هاي ما هي يكون ما في يكون صارت في اماكن ثانيه. بعيد عندي قضيه محمد فار قضيه خلاف اللي عن محمد فار انا عارف اصلا، لكن احنا نتكلم في مجال وزاره إذا توصي على المحاولة كان الهدف اللي نحن نسعى إليه كما حدث سابقا. محمد فار قد يتكلم عن ناحية وزارة، عن وزارة لا تكلم بمدارس الحرة بكذا كذا، لكن نحن نتكلم عن المصلحة الاجتماعية وليس المصلحة الدولية والمصلحة الاجتماعية. المصلحة الاجتماعية المصلحة الاجتماعية أنا لا أختلف فيها معكم عن المصلحة الاجتماعية، ولكن قلت المصلحة الاجتماعية لازم ندرس كيف يمكن التوافق. إن شاء الله إن شاء الله إخوان، ترى مثل ما قلنا احنا الهدف لاثنيناتكم هدفنا كلنا اصلاح المجتمع. المحضره بدونها ما نقدر زين، والمسرح بدونها ما نقدر. مسرح ترى مسويه بسويه ان شاء الله زين. هذا صاحب النشيد الزبريات اللي مدرس من بيت سابقا واللي مدرس من تعلوه ما شاء الله كتب لنا كثير من الاناشيد وقيت من سبعه وحاصل مكتوب ومدير مدرسه ما شاء الله سعد نصدق والنعم. نشكرك شكرا كثير. ان شاء الله نحصل صوره. بس انا اول شيء ابغى اكرر محمد ابراهيم قطع جاي كتب الاشياء ذي ما كرمناه، وانا بس باسمكم كلكم هذا الرجل يستحق تكريم كبير. لانه شوفوا اسهل شيء انه يسوي تعاونيات، لكن اصعب انه يشتغل مع الشباب ويخليكم منتمين حق هالجمعيه اهتمام قوي ويخليكم تحسون ان انتم قادة المستقبل. هذا يمكن اهم شيء. اوكي، فلذلك انا بعطيه اول شيء قلمي، هاي اقلام
هاي القلم السحري مال الاتصال لها اوكي ما يقدر يفتحها الا ما انا اعلمها له راح يفتحها بس مثلا راح يفتح هو يكتب لون ازرق يطلع له احمر يبي يكتب احمر يطلع له اخضر ما يعرف الا انا لازم اعطيه سبب مثلا هذه هديه من عندي لك مكتوب علي اتصال لها بالانجليزي اوكي وما هديه بسيطه بعد هذا دينعود اصليه نشكرك على ادائك نشكرك على جهودك احنا هو قاعد يعمل بكل ما يستطيع بالرغم من الطق اللي حصله من الداخل ومن الخارج القارد لان شوف الاسهل شيء الانسان اللي ما يقعد يسمع تعال شيء جاي يسوي قاعد يرمي بالحجاره ما يقصوا عليك ما يعرفون ما ادري شنو انا اقول ايام سوف تثبت ان كلنا ان شاء الله كنا مخلصين تعلمنا لكن تعلمنا اوكي ما يهمني ترى الفشل يهمني بس المحاوله استمروا 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 انتوا البنات مريان انتوا اللي تتكلمون مو الشباب يتكلمون اذا الله احيانا زين ندخل ونتلاقى ان شاء الله الحين وياكم اذا ما تلاقينا في هاي الدنيا نتلاقى ان شاء الله الحين طبعا واحد جمعيه طبعا نتكلم بتحريم المؤسسة طبعا احنا مسؤول عميد مهمين نحن نهمنا ونحن طحنا على حد اسمه كلامي اذا لسه ذكرى نتحدث بس تقصدي يعني بس خليها ان شاء الله نجاح بلا ترى قادم كل هذا تقديم بالشمع تعاونيات مع بعض جمعية قادم تقديم عميد ملمين دوليين إن شاء الله جزاك الله خير إن شاء الله أتمنى أن تكونوا أنتم قادتنا أنا والله عندي أمل فيكم لو تكملون دراسة توصلوا ماجستير دكتوراه حتى اتصال الهام بيكون هاي شيء يسعدني إن شاء الله شكرا لكم شكرا على خير نتمنى لكم نجاح في الدنيا والآخرة خاصة بأننا كنا نرحب أو كان نشيدا ترحيبيا للدكتور محمد أبي حجي قادم من البحرين هذا رجل محسن عرفته فقط من خلال زملائه وأبنائه هذا وعرفت جاءت طريحتي بهذا النشيد في براعمنا في المدرسة وهو تلوح أيادي الوفاء والسرور وتهدي الورود وتهدي الزهور بمقدم وفد كريم الخصال وضيف كريم مجيد وقور أبي حجة الشهم سامي المقام سخي العطاء بمال وفير فقد كنت عونا لكل الضعاف وخير معين وخير نصير وكنت لناس هنا أملا وحصنا منيعا وجسرا مرير فكم من يتيم كسوت الحلل وكم من أضاحي منحت الفقير وكم من نساء حصدنا العطاء بعون سخي لديكم يسير ملأت البلاد مشارع لا تباها نجاحا ونفعا مطير فأهلا وسهلا بكم بيننا وطاب المقام وطاب المسير أسلني يا شيخ أطل جميل بعد أحطها في إنستغرام خلي أرسلك يا إلهي